حنا تنسمعوك لطيفة. ما عرفش من غير ذلك أول حاجة والله العظيم. بداية من الأول. مهم أنا كانت طفولة ديالي في حل أي في حل أي في حل جميع البنات عادي عايشين بخير. تجا واحد النهار لجدي توفى فيه للوالد ديالي وقررنا نبدلو المدينة من المدينة. وكانت هذيك أكسس عام غدا في حياتي. تحولنا من المدينة للمدينة استقرينا فيها عامين. هذيك المدة بداو المشاكل وصداع بين بابا وماما والشك بزاف د الحوايج. ولا بابا مكيباتش في الدار إوا حنايا بابا كيبات عندنا ليلة وليلة مكيباتش كيبات في مدينة أخرى بحكم الخدمة ديالو اللي كنا ساكنين فيها يعني ميقدرش يبات عندنا. إوا تجا واحد النهار لي أشدني ولد خالتي عاد كرفس عليه يا ريت اخويا بحاضر يا ريت يا ريت كون رجعت تسمى للنور تمسح بزاف الحوايج كنت باقا صغيرة ديك الساعة رجعت 8 سنين سكت ما قدرتش ندوي خفت ما كنت عارف شفت حوايج عمري ندما ما عرفت شنو داك الشيء اش كيعني صافي زيتها خلاها تقى في قلبي وسكت بقيت مخبيها واليومين هاد ما عارف اخويا بدر توا المهم بقينا دازت من على هاديك القضية شي شهر رجع للمدينة اللي كنا ساكنين فيها الأب والأم ديالي كانوا وقفوا على الطلاق والمشاكل أنا بديت كنبرد نفسيا ما كنتش متوقع داكشي اللي كان كيوقع مثلا رجعنا بابي ضربني بابي تخاف مع ماما ناكل عصا خرجت من المدرسة جلست في الدار بقيت جالسة في الدار وليت جالسة كنجلس وكنبدا نبكي لدرجة أن خويا بدر قسما بالله العظيم كنجلس كنبقى نبكي في الطوالة حتى كنتعس بقوة أنني منقدرش نجلس نقول شي واحد داكشي اللي كيضربني في قلبي شوية بديت أعرف بنادم كيبدا يكبر جات سن المراهقة صافي طلبت الأم ديالي قلت لماما انا ما نقدرش نبقى كاسه في الدار ديري ليا شي صنعه ولا شي حاجه نوم اللولة ما بغاش الاب ديالي قال لي اللي بغا تخرج من المدرسه حتى واحد مضربها حتى دابا تكس في الدار المهم وقاس بقيت اقتنع بشي يخلوني ندخل واحد السونتر دخلت السونتر فعلا وليت كنمشي وكنجي للسونتر تأيجي واحد أكفس نار في حياتي تعرض لي واحد اغتصبني أخويا بعض النوم التاني في عمري لي شنو قال لك بدأ كفس في شيخ لا ولا شو قال لك أزالي موس على خاطره زيدي ما كما كنقولوا ما عد البيت ميدي قدام مصيله أخويا بعض بعدني ما غادي شاكت في عمرك لطيفة كانت عندي ديك الساعة ما كملتش عندي 16 عام المشكل الوحيد اللي درت في حياتي اخويا بابا انني ما مشيتش واش في دارنا ولا قلت لهم اشنو كاين ولا كنت كنخاف قلت ان بابا كان كيضربني وبابا قبيح وهذا كنخاف ما قديتش نقول شي حاجة وهاديك الاغتصاب جات ناتي شو حمل بعد الشهر قد راسي حمل وانا جالسة في دارنا يعني كنمشي شوية الكرش ديالي بدات كجبان كنكون جالسة عند اخواتي في حال ما انا ما عارفاش
انا ديك الساعه اقسم بالله اخويا باطر بقى في راسي راني حامل. ولات ديت الشهر كنحس شي حاجه كتحرك ليا في كرشي ما عارفاش. الواحد النهار جالسه انا وصاحبتي وانا نقول لها قلت لها كان شي حاجه كتزطح عندي كتضرب وجيت وياك ما حامله قال لا ما كنتي تصديتي مني انا يا ما من غنحمل انا ما دايره والو انا فهمتي يمكن خرج عيني زعما كان انا ما قابلت وانا علاش منين غادي نجي هذا الشيء ايا هذيك جات الاخت ديالي جات صاحبتي جات الاخت ديالي غادي في الزنقه لابسه واحد الكسوه وهي نقاز واحد وبيا سير وانت كرشك قد قداش تقولي حامل عندك 3 شهور الكلمة اختي ضربت لها فراس اختي جات عند ماما ويتقولها ماما ويتقولها نعم قالت لها بنتك حامل قالت لها ماما اش كتقولي قالت لها راه بنتك حامل قالت لها ماما ما يمكنش عيطت عليا ماما شد دخلت البيت قالت لها واش جيت كنقولها لا قلت انا كنقول لها ماما ما كاينش في هذا الشيء لا ما قادرش نقول لها اش نقول لها ما قلت لها لا ما هادشي راه ما كاينش هادشي ما كاينش واخا قالت لي غدا غتمشي مع اختك عيطت لاختي الكبر بدلي قالت لها غدا ديها بدلاتي من مديرو تاع الطبيبه جينيكا مشينا بقيت جالسه كنتسنى اقسم بالله يا بدر اخويا انا غادا كنحب راسي كنلوح خطوه وكنرجع شي خطوات الله بقوه القلب اللي غيسكت عليا بالخلعه وما عرفت المصير ديالي شنو وكنقول الا ساق الاب ديالي اخبار غيذبحني يا هذيك مشينا بقينا كنتسنى وكنتسنى ودخلت دخلت شويه تشد ديك السيده في راسها ايش قول لاختي اش نقول لك دخلت اختي مع البيرو قالت لها شوفي انا ما حدي ما غنخبي عليك قالت لها عدى 36 سيمانه قالت لها اختي شنو قالت لها 36 سيمانه قالت لها راه الدريه واقع الاشوكه حتى سولتني وانا عاودت لها صافي هذيك تخيل معايا الطريق كل اختي ما كدويش معايا ما كدويش معايا كدوينيش جات قالت لماما يا اخويا بدر يا اخويا بدر مات اخويا ما كنشوفوش صافي بقاو شنو الحل بابا كتفكر بابا قالت لبابا ويرو خافت اش غيديرو خاصني نحيد كتقول لها اختي واش بابا واش تيا كتقول لهم باي طريقه تحيدو هي طريقة شربت العشوب اختي كطلع لي فوق كرشي مخليت ما درت اخويا بدر باش غير هذاك الشيء اللي في كرشي طاح والو صافي دازت عاوتاني واحد السيمانة كنشرب كتقولي ماما خرج لك شي زيت كنقول لها لا كاينة شي حالة لا رجعت عاد داتني ماما ديك النوبة التانية مشات معايا ماما عاد الطبيب مشي مع الطبيب وتقول لها حيت اختي قالت لها الا بغات تحيدو قالت لها ما تحيدو نحيدو لها واخا فات الشهر نحيدو لها هي هذيك مشينا رجعنا عند اخويا بدر انا وماما والبايور اللي كتسمعو سبان بحال انا ما دير بي والو انا ما دير بي والو انا اش درت انا ما دير بي والو هي هذيك رجعنا عند الطبيبه دخلنا ويقول لها ماما بغات تسولها قالت لها بغات تعرف بنتي امتاش ما بقاتش بنت ويتنقز ويقول لها شوفي الدريه عندها علامات يعني ديال عام انا بقيت كنشوف ملي خرجت ماما بقاش معايا دابا وانا نعاود لها ثلاثه بكره قالت لي حيت كنتي كتكوني باقا صغيره كترجع لك البكاره ديالك تكون بجروحها غير صغيره كترجع قالت لها لا تنسي سميتور يلا قالت لها دابا ما كايناش قالت لها 3 شهور 4 شهور الدريه باش ولا كبير صافي تقول لها دابا شنو المعمول ويقول لها تعطيني 3 مليون ونص واو ويقول لها ماما ويقول لها ماما ماشي مشكل قالت حيدو قالت لها غتشوهني غتشوه بها غادي بابا بدات كتبكي انا كنبكي
كتقولي يا ماما شكون؟ قولي لي غير شكون بيه. كنقولي ماما قسما بالله ما عارفاش، دابا ملي كتقولي لها قسما بالله ما عارفاش اخويا بدر، كتحملش كنكذب عليا ولا كتقولي ما يمكنش كيفاش تي حامله وما عارفاش، علاش ما تويتيش؟ ولا علاش باش غنجاوب اخويا بدر وانا اصلا ما كنتش كنقدر تنقول لي خبره خاصني، انا قوة الخوف اللي كنت كنخاف منه اقسم بالله اخويا بدر، يعني ما نقدرش ضرتني شي حاجه ما نقدرش نقولها. أنت ملي كتكوني كتخافي من والديك علاش خاص الوالدين ما يخلعوش ولادهم، خاصهم يديروهم بصحابهم، خاصهم يتصاحبوا معاهم، راه غلط كبير، راه العصا ما كتربيش اخويا بدر، راه كتزنجال اللي كنقول لك العصا كتربي، فكرة خاطئة بزاف، العصا ما كتربيش بتاتا. صافي وتقول لبابا شوفي اذكري لي دار غادي نحيدو لك في هذيك الدار، غادي نحيدو لها في الدار ما نحيدوش لها في الطبيب، هذه الطبيبة ماشي الطبيبة، غير هذيك اللي خدامة على الطبيبة، غير خدامة هذيك ماشي الطبيبة، ماشي الطبيبة، هي طبيبة ماشي الطبيبة ولا تحيدو لك؟ لا غير هذيك اللي مع الطبيب. قالت لها وماشي هي غتحيدو لي، غتشوف شي وحدة اللي غادي تحيدو لي. وهي تقول لها بابا، وهي تقول لها بابا قالت لها ماما ماشي مشكلة، وهي تقول لماما ولكن لا اضطر تكريها تجي بسميتك وتحطي لها كارت ناسيونال ديالك تجي، وهي تقول لها ماما لا قالت لها ماما الفلوس نعطيهم لك ولكن زعمك باش تقول لي نكري الدار لا، قالت لها ماما وهي تقول لها صدق واقع لك شي حاجة، صدق انا كلشي غادي الحبس، صدق فهمتي ما بقاش تشوفو، شافت تايات ماما وهي تقول لها خلي تحملي مسؤوليتك. صافي اخويا بقيت كاسه في دارنا 19 كله وانا اخويا كاسه في الدار، هادشي غريبة ياك، وبابا ما صعقش الخبر اقسم بالله اخويا، كندير الصبطة كندير لاكين كنلبس الكنادر الحراد ديال بابا مولفة، انني انا كيجي بابا كنغسل لي رجلي مبقاش كنقدر نتحنى حيت كتبدا كتبان باش خواتاتك اللي كتعيرك اللي كتسبك اللي كتقول لك سيري فعلا سيري تيرك، وما ما حسيتش بك ما عرفتش شنو كيضرك اخويا بدر لداخل، ما عرفتك شتي اصلا مجدستي اش وقع لك، وانا كنجلس كنبدا نبكي كنبغي نمشي للحمام كنبدل المدينة، كان من المدينة مدينة كنشد طاكسي وكنمشي باش نمشي للحمام. تقربت صافي قربت شهري قول صافي دخل اختي الكبيرة كانت خدامة في مدينة اخرى، مشيت عاد بدا كيشدي الوجع كيزورني الوجع وكيمشي كنقول ماما راه كيضني طاري كيضنينا، سمعت لي حوايج وصيفطاتني عاد اختي اتفقت هي وماما انها غتقرب نولد غديني عاد، هذاك الشيء اللي كان مشيت جلست عند اختي سيمانة ولدت. يا خويا بدر روحت تعامل معايا في السبيطار اقسم بالله راه ترى اي حاجه كتنسيها ولكن هادشي اللي دازالي عظم ديال راسي نسيتها غنكشف قبري. تخيل معايا بنادم كيحتاط ماشي ملي كتكون مزوجة وسميتو عرفتي شي هضره اخويا بدر كنسمع انا باقي صغير انا لاكارت ناسيونال باقي معديش لاكارت ناسيونال اخويا بدر باقي مديرهاش وغادا تولدي اش عارفه اللي وحده كتقول لك حلي الفاعليه تاعك بدي كنتي كديري وكديري واش تعرفي ظروفي كنتي كنتي معايا علاش كيتعاملوك مع بنادم في السبيطارات علاش؟ تخيل معايا اخويا بدر دخلوني بالليل بحال جوج الليل وانا فيا الوجع نموت كنموت، بعد داوني من السبيطار لسبيطار حتى الاخرين ما بقاوش يشدوني تشوجيت من السبيطار لسبيطار كنموت اخويا بدر بالوجع كنموت، كنبغي كنعيط لك ونقول لها زعما اجي شوفيني كتقولي سيري هي الفاعله سيري هي التاكا صافي بحال كتقبعني وكنرجع لور كنبقى هذاك الوجع ولات كنبكي الحمد لله ولات وليت
صافي بقات اختي عزالي، بابا كتصيفط ليا، الفلوس، كتصيفط ليا الحوايج، دات ليا الحوايج. صافي خرج من السبيطار، داك زات اختي بابا قالت لي نعطيه، قالت لي بابا عطيه ميمكنش تشدي. صافي تفكيت كلشي على خير، باك ما ساق الخبر، تا واحد ما ساق الخبر في العائله. صافي عطيه. نقزات اختي وهي تقول لي شوفي الدراج بالدربو وهادي، وانتي اللي كنتي درتي غلط. كنقول لها راه انا براسي، راه انا غلط، راه انا وقيلا جيت بد خرجتي الدنيا بالغلط. المهم صافي قلت لاختي، صافي قلت لاختي انا راه ما نقدرش زعمك، انا راه باقا ما عارفاش. قالت لي اختي صافي، اختي كبر مني بست سنين. قالت لي صافي نتعاون انا وياك ونكبروا ونديروا. لا صافي صافي دازت شهر كملت خلا ولد فاس ضد خاصني نقلب على خد الدري، خاصو الحليب، خاصو ليكوش، يعني ما كاينش اللي غيعطيك، ما كاينش اللي يوقف معاك، خاصني بعدا كنصيب لها كارت ناسيونال. مشيت رجعت للمدينة ديالي، دفعت في الوراق، نقص بابا قال لها شوف غدير مشي لها كارت مالها وهادي، وخا هاديك الساعة كان خاص ضروري باك يدير لك الفيزا إوا يعطيك موافقة باش ديري لاكا. خاص بابا يعطيني الفيزا، أنا قال جالسة عندو باش ندير لاكا، إلا معطاهاش ليا بابا مغنديرهاش. المهم بقات ماما كتسايس معاه، ورا خاصها دير ورا دير لها كارت وخاصها تصيب وهادي. المهم صيبت لها كارت، مشيت في النهار ورجعت، قالت لي راه دابا هي خدامة مع أختها وهادي وهادي. رجعت خدمت في قهوة خويا فاطر، حيت ما عند ما قارية ما عندك لا ديبلوم، شنو المصير ديالك؟ أما تضربي الجفة في القهوة تخدمي في القهوة ولا تخرجي الفاسي تلت الحوايج اللي كاينين، ما كاينش البديل. المهم خدمت، حطينا الدراري في الحضانة، مرة نكون أنا خدامة راه أختي شادة، نكون أنا كون أختي تكون أختي خدامة أنا شادة، وبقينا كتناوم. تعرفت على واحد السيد، خدام في القصر عند الملك، شافني هو الوالدين ديالو متوفين، شافني لصق عليا. ميمكنش نقول لي اخويا بدر هذاك الدري راه ولدي، ما مش غادي كيفاش غتوضحي لي انك وقع لك مشكل وحنا المجتمع ديالنا ما كيرحمكش؟ والله اخويا المجتمع ديالك ما كيرحمك. المهم بقيت انا والسيد شي 3 شهور، جا رمضان ويقول لي هاتي دوي مع داركم راه غنجي من ورا رمضان نهضر. تخيل معايا بدر اخويا كنقول اش غنقول لي؟ باش غنبدا لي؟ اش غنفسر لي؟ نقزات ماما وجوية ماما كل حاجة حتى حل، راه ديري كيما كيديرو البنات كاملين وديري بكار عادي، ماك راه باقا صغيرة وانتي راه طاش لك البرد في راسك. وهذا كيسولني ملي كيكون معايا داك الدريري كيقول لي شكون؟ كنقول لي واحد الدريه صاحبة اختي ولداتو وحطاتو لينا ومشات. ماشي نقول لي ولد صاحبتي حط خل ولد اختي صاحبتها ولداتو حطاتها ومشاتو وحنا بقينا نربيو. حيت ما عنديش غنقول ليه. صافي وصل رمضان، انني مدة ديال العام مشيت لدارنا، قرب نكمل العام انا مشيت لدار، يعني خاص بابا يشوفني. ابا انا كيفاش غنهبط المدينة ديالي؟ اتصل عليا اختي غتقول لي تلقاو لها شفارة وضربوها الراس. اضطريت انني هذيك هي اللي اضطريت باش نزل منها نشوف اختي ومنها نشوف الدار، باش بابا كان بيقولوا ما يدينيش. صافي هي هذيك اهبط، اختي كانت معرفة على واحد الدري، اهبط بدا عليها بدا كيوسوس اختي في راسها، هي مشات وخلات لك الحرامي وهي دارت لك، وانا يلا جيت بيومين غنجلس نشوف دارنا وغتعرفها وهي غتزوج وغتخلي لك. تخيل معايا عيطات لي قالت لي فينك ما جاياش؟ قلت لها راه انت، قالت لي لا 27، اقسم بالله يا خويا باطل، قالت لي لا 27. قلت لها غندوز معاها الدار يوما وغدا غنجي. قالت لي واخا. مورا الفطور بابا مشى للصلاه، انا كاسكن انا وماما كنتفرجوا.
جاك نسمعو الطق في الباب. حلات الباب ويت لقاختي ويت لحط لها الدري في الدروج ويتقول لها هاك الحرابي ديال بنتك ويا تمشي. نار اخويا بادر نار اخويا بادر اش وقع لي؟ كنقول كون بابا جا كون بابا جا كنت لقيت مع بابا. كنقول ماما كنقول ماما انا ما فهمتش بنتك اش دارت لي هاد اليومين هذا اخويا بادر ما فهمتش علاش كنتي تصرفت معايا داك التصرف علاش؟ اقسم بالله كنقول انا ما درت ليها والو يعني انا ما درت ليها حتى شي حاجه اش واش فيها عيب انا نمشي لدارنا؟ بابا هز قالت لي هزي وسيري قبل ما يجي باك ولا يشوفك شي حد. هزيت وخرج بقيت كندور اخويا في الزرقه ما عندي فين نمشي ما عندي فين نمشي. قالت لي ماما بقيتي فين تمشي؟ ما لقيت. قالت لي شوفي غادي تشدات ماما قالت لي غادي تجيبي درنا لي الكوزه في الحليب باش ما يغوتش باش غنبيتو في الدار وما غيبكيش باش بابا ما يسمعوش. دخلاتي للصاله بحال الصاله كنا كنسدوها دخلاتي سديتها عليها والدري ما خلصتوش يبكي الليل كامل حتى الصباح خاصني نفيق نشوف راسي اش غندير. هي هذيك فقت الصباح بقيت نقلب بحال مصدق ما نعشتش وليت بحال لعبيله ما عرفتش اخويا بطل ما ندخل لما نخرج عرفت حتى شي حاجه. بديت كنقلب على من العطيه تلاقيت مع واحد السيده قالت لي جالسه كنبكي في الجردة قالت لي ما كنعاود ليها عاود لها قلت لها شنو وقع ليا وشنو وقع ليا وشنو وقع ليا وشنو وقع ليا عاود لها كلشي. وهي تقول لي تعطي؟ قلت لها انا ما عنديش لو ما عنديش كيفاش ندير اليوم انا براسي انا باقي دريه انا باقي خاصني نتربى. قالت لي المهم ديك السيده خدامه حارسه في مدرسه قالت لي شوفي انا غنشدو الكليامات ها انت وليتي تبقاي معايا من الصباح حتى العشيه تنجي من الخدمه في الدار عدي وانا ملي نجي سيريتي لدارك. قلت لها صافي واخا تعرف عليا اخويا بادر كلشي نعاس ما كيجينيش. بقى جا العيد تاني عيد تالت عيد دير معايا السيد اللي غيجي لدار كان دير معايا انه غيجي فما كيدو معايا كنقول لي الا ماشي دابا راه حق اختي راه مضروبه وهادي كنتهرب. الاخت ديالي مشات عيطات على السيد وعاودات لي كلشي يا بادر. اختك اختي يا بادر اختي علاش؟ اقسم بالله ما عرفتش واقسم بالله اليومين هاد انني ما عرفتش كيفاش دارت معايا هادشي اليومين هاد ما عرفتش علاش دارت معايا هادشي. صافي كعيط لي السيد سكران 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 مع العشرة الليل الو يا الفاعله يا تاركو كي راسل المغان نتيا كنقول لي بغيت نفهم ولي غير نفهم بغيت نفهم بشنو واقع ما فهمتش يعني واحد باللي لو ضحى غيشدك بدي عرفك ما غتفهميش. قلت لكم قولي غير بغيت نفهم سيري الفاعله ندير لك ونفعل لك ونترك لك وانا عندي نفود وانا عندي بحق انا قلت لك غندعم على المالي انا عندي نفود انا ندير لك كنتي باغي تضحكي عليا وكنتي باغي ديري ليا مبقيتش قادره نهضر لساني تصرف عليا قطعت ويتصوني ليا خارج وانا دايره بحال هبيله وليت دايره بحال مصطفى دايره في الزنقه دايره في الزنقه مابقاش كندخل للدار. عيطت ليا خارج وهي تقول لي الو الو صافا كنهضر معاها كنبرد فهمتي ما بغيتش نبين وانا نقول لها انا راه ما فهمتش علاش اشنو واقع اشنو كاين قولي غير شنو كاين وشنو واقع. قالت لي بنيتي خرجتي عليه وخليتيه بغاك وانا هرس لي المي علاج كاملين وانا ماني نقول انا ما فاهمه والو ايش بيا انت قلت لها شكون قال لك هذا الهضره نقول له لك دابا هذاك اخويا بادر ليش كنخرج عيدية ما تقبلتش هذيك الهضره حيت بحال اي دريه حيت ما غنتقبلهاش حيت انا اصلا ما ندير بيه والو. صافي هذيك وهي يقول لي وهي تقول لي راه الهضره جات من اقرب الناس لك لان واحد المصدر اللي موثوق فيه يعني ما عندوش علاش يكذب عليك. قلت لها شنو يجي اختك اختك هو صاحبها كتقول لهم راجلي قالت لي قال لي اختك وراجلها دارت بيا الدنيا اخويا بهضر دارت بيا اخويا الدنيا دارت بيا الدنيا كذب عليك حاولت نتسحر فيها درت فيها يديا قطعت العصبه ديال يدي درت فيها 25 غرزه
صافي كنقول الحياه ديالي انتهت صافي، ما بقاش عندي لا مصير في الدنيا، قعدت حتى شي حاجه صافي، كلشي خسرته، اش ما بقاش شي حاجه اخرى غنخسرها؟ شنو اللي باقي لي اخويا بدر؟ ما بقى لي شي حاجه ما غنخسرهاش، كلشي مشى صافي. ضربت ايديا، بقيت نعسه 3 ايام بعد 4 ايام في الانعاش، غرقوني لي زنزان طبعا، عرفتش شكون، ما عنديش حتى لاكار، قاوني بحال ملي واحد في الزنقه داوني. المهم داروا فيا خير، السيد بقى عدى الولد صافي. ملي خرجت من السبيطار مشيت عدى بعد داك البوليس، علاش كيفاش جرجير هو اللي ابرد سميتو، انا هربت ليهم من السبيطار، انا عطيتهم سميه غلطه والسميه والكنيه غلطه، وهربت ليهم من السبيطار. المهم جيت عند السيد، مشيت عند السيده نشوف ولدي، مشيت قلت لها عاودت لك علاش وقع، واش وقع، واش وقع. مسكينه السيده شدت راسها، شدت راسها خويا بعضها، شدت راسها ويش بيه، شوف يا بنيتي انتي باقا صغيرة، قال لي يلا عندك 17 عام، ما باقا ما شفتي ما تشوفتي، علاش بنيتي الدري؟ شوفي هو كو كان ولد ماشي ولد الدنيا، ما غينساتش من الاول، هو ولد الدنيا، ما عندك ما غادي ديري، حطيه بنيتي وسيري كمل حياتك. بصح هذاك الشيء اللي كندير كنقلب، هي كتسول لي وانا كنقلب، حيت انا حيت انا ما عنديش كيف ندير لهذاك الدري يا باطل، ما عنديش الحل، على كاين شي حل اخر، ما كاينش الحل صافي. هذيك بقيت كنقلب، اقسم بالله لمده 4 شهور، والدري عند السيده تقرب تكمل العام، والدري باقي ما لقاش لما نعطي، باقي على ذاك الحال، نضل معانا كله، نمشي للدار، نمشي للدار البيت، نمشي يشوفني بابا ورجع. اللي كندير معاه، اللي كندير معاه باش نعطيه، الدري ما عندوش الوراق، ما عندوش ورق، عندو الكتاب اللي جلبت ليه فيه فيه سميتي انا، وكني فيه سميتي هو وكنيتي انا، انت ما حط لا بحال مدني لا والو. المهم كل واحد كيقول لي اللي كتبغيه، اللي ما كتبغيش، اللي كتبان لك لا حكا. المهم بقى تتعرف واحد الدريه كتعرف بنت هذيك المراه كتسكن في سيدي رحال، قالت لي واش تعطي؟ قلت ليها اه هادي راه كنعرف واحد السيده راه ما كتولدش، وهادي وراه غتحطو في عينيها وهذا. قلت لها اوكي بصح، تلاقيت مع المراه، جات عندي جات عندي المدينه اللي ساكنه فيها، جات عندي تلاقيت معاها، هضرنا، قلت لي غتمشي معايا للمقاطعة، تحطي لي في المقاطعة، تكتبي معايا ورقة باش تعطيها لي، قلت لها غتصبري، غدي الدري وغتصبري عليا، حيت أنا كنت تلاقي أنا مصيبهاش، كما قلت لك بابا مبغاش يصيب لي هذاك. صافي هاديك بداتو، مشيت عند ماما قلت لها شوف راه كاش واحد السيد ولا كي راه خاصني ضروري لك، راه بأي طريقة خاصك ماما تدوي معاها بابا باش يصيب لي هذاك. صافي ماما بقات كتجي مع بابا، قالت لي حوكار بغيت نسالي لها الباسبور، بغيت نصيفطها حيدا من هنايا عليا، شقا جات عليا الصداع، بقا جا من الدنيا مشاكل، قال لها بابا اوكي سيبت لاكا، ما تكاتبش معاها حتى بلاكارت ناسيون، ما تكاتبش معاها بالروسي اخويا باط، لا لاكارت ناسيون. قلت لها شوفي ولكن نبقى نجي نشوف، ما يعرفنيش انا مو، ولكن نبقى نشوف، هذا هو الشرط اللي كان عندي عليها. قلت لها واخا زعما كانت شي حد هو ما دبو والو، ما دبو حتى شي حاجه، قالت لي صافي عطيتو له. جيت لدارنا، رجعت للسلطر ديالي نكمل داكشي اللي فين وقفت نكمل. صافي رجعت للسلطر، الاخت ديالي ما وحدش بها لحد وقفات غير هنا، مشات اخويا ضربت بيا الدار، العائله كلها كل الناس سقط لي الخبر، كل شي عرفني والده ولده عاطيه، هادشي ما غنعرفو غي شي خويا، ما حيت هي اصلا مابقاش كتدخل الدار ملي درت معايا داك التصرف، ماما حلفت عليها مابقاش تدخل الدار، يا خويا غيتزوج. وهي ما عرفتيش معاها تقولي لها علاش مثلا ودير علاش درتي هكا؟ لا 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 مابقاش بغات تهضر معايا، بدلت كاع النمر عليا،
هي وليت كنطلب فيها غير على الزفته ديال الجلبه اللي بقى عندها حد الدري خاصو يجلب بزز بالصيفطاتو ليا مع مور الطاكسي بزز اليومين هذا وشوف اخويا اختي اه ولكن والله ما نسمح لها اقسم بالله واخا تبقى لها كخطوه بيني وبين الجنه ما نسمحش لها حاجه اختي عذبت لي في حياتي كامله هي اللي كانت سبب في عذابي كامل المهم بعدين مشيت الخطبه ديال اخويا خطف واحد الدريه كتعرف اختي خد صاحبتها نهار الخطبة أخويا بادر الناس مجموعين وما كيعرفونا ما والو حيت حنا حتى واحدة في خواتي تي ما كيهضروا معاها هي ولات بحال غريبة جالسة يفهم معاها مع عائلة العروس حنا جالسين مجموعين خواتي تي كاملين ما كيدوش معاها كدوس معايا كدوس كتعير كترجع كتعير دارت أنا دارت الحنة الغدين خارجة مع الدرية مشي نسخر تعطلنا دري باش كتعرف فيها ما ويتنقص اختي وتقول لها هذيك راه فعلا شاركه موالفه بالقناه موالفه كدير داك الشيء ياك اختي انت ملي كتقولي عليا هاد الهضره اش خليتي مره انا نقولها ليا الا كانت اختي اللي والده ليا امي من كرشه كتقول عليها هضره اش خليتي وانا نتفرقع عليها كذب عليك اخويا بادر القلب عامر حملتك اختي اختي كبر مني او قلتي معايا ما ننساش الخير ولكن انت هي داك الخير كاع اللي درتي ضربتيه في الصيره مبقاش اصلا معتبر لك خير انا درت فيك خير وانا نتفرقع عليها كداش عليك اخويا بادر نتفت انا وياه نتفتها هذاك الشيء كان اللي كتشد على هذاك الشيء كان اللي دارت لي وداك الشيء كله داك الشيء كتهز كان بين ضربت انا وياه ما طلقتها تطلقتها سخفينه صافي وبدات عليها قدام الجيران وعباد الله ديال الناس اختي ديال الناس مرات خويا راها فعلا وراها جاك وراها والد حرامي وراها عطاته رباعته قالت لهم رباعته جي جات خويا تزوجوا هذاك الشيء جيت للدار صافي وليت اخويا اي حاجه درتها كنت عاير بهذاك الولد اي حاجه درتها اللي نضت تخاصمت معايا في خواتي تتعيرني به ولا امشي كذا وليت اخويا مريضه بالسنين تخيل معايا النعاس مابقاش كنعس السيده اللي عطات لها عطات الدري ما كنعرفش فين ساكنه بدلات لي النمره وها بقيت كنشوفو من نهار عطيتو لدابا اخويا بادر ما كنشوفوش عمرني شتو واش حي ولا مين ولا اش وقع لي كانت قالوا لي راه مات حيت كانت عيطات خالتها اختها وقالت لي حكا راه ولدك مات ملي قلت لها ديك الساعه كان في العرس ديال خويا قالت لي راه ولدك مات ويلي من تما ملي جيت كنصوني ولداروها بالعاني باش مابقاش نتواصل معاهم كنصوني نمرة طافية ديال اختها وديال راجلها ما كنعرفش لا الدار لا والو يعني انا تلاقيت معاها في الزنقة فغنمشي نقلب على اخويا بادر فهاديك لاكارت ناسيونال ديال فين تكتبتي معاها الورقة بقات عندها انا ما خديت والو ولكن ممكن تجبدي تكتب معاها في سيد رحال ممكن تجبدي في الروجيستر جبدي ما كدب عليك اخويا ما درتهاش حيت انا صافطت كنقول انا فين غنمشي نقلب ما طاحتش عليا كنقول فين غنمشي نقلب على هاد الدري ما عنديش فين غنمشي نقلب عليها غنمشي نسيد رحال صغيره ماشي صغيره اللي غنمشي نبدا نقلب المهم صافي هاديك رجعت بقيت صابره خلاوها على زهري وعلى مكتبي بقيت خلاوها كنسمع الهضره كل نهار سمع الهضرة قلت لماما شوفي بغيت ندير شي حاجة رانا تقهرت اخويا بالدار ما كنخرج مع والو الدار صافي هاديك رجعت ندير تكوين اخر خاصني نتلف اخويا الوقت ميمكنش ليا تبقى كازا بالدار ونفسيتك مدمرة وكتر كتر نفسيتك مدمرة صافي دخلت السونتر وفلوس الوقت دخلت لاصا باش نفرغ داكشي اللي في قلبي وليت كنتريني حاجه اخويا كان اخر همي انني نتبلى عمرني فكرت نتبلى عمرني فكرت ان داكشي حل المهم يا هاديك دخلت لاصا تعرفت على واحد درت فيها عامين تعرفت على واحد الدر درت فيها عام ونص تعرفت على واحد الدر
كانت عندي ديك الساعه 18 عام. صافي دري تعرفت عليه وهذا. المهم بغاني بغيت مشات ماما قلت لها شنو كاين شنو كاين وجميع ماما بغيتي ما تعاوليش عليا ندير لك عرس ولا شي حاجه تكاتبي والله يعاونك. هو مشى على الدار وقالوا لي ما تزوجش انت باقي صغير. وكان بينه وبينه 3 سنين. قال لي انت باقي صغير وانت انت اصلا امو حاجه ولا عدا. قال لي انا اصلا باقي انت ما كنتش غلتك عباش تزوج هاتي. وقال شوف الا بغيتي نتزوج غنزوجو انا وياك بلا خبر دارنا ولكن دا امك سميتو يكونوا ساق الخبر. صافي قلت لماما تقول لي حيت باغينا يتفكوا. قالت لي سيري. هو كان صغير مثلا عنده 21 عام ياك 21 بينو بينو 3 سنين. جيتي اختي ساقتي الخبر انني غادي نتزوج حيت حدا خلاها ديالها غير زوين. عيطت مشيتي كتقلبي على الفيسبوك ديالو. انا عاود لي غير هي انني بادر خويا ما قلت لي انا واعر كي انا رقع لي مشكل وتعصبني وانا بالهم كتعاود لي ولكن ملي قربنا عاود لي انا راه وقع لي مشكل وتكرفس عليا واحد وهذا وعاود لي كلشي بغيت نعاود نفس الغلط غير هو ما قلت لي انني عندي ولد. هو اخت ديالي جاتي تقلب على فيسبوك عاودت لي كلشي كلشي اخويا بهذا كلشي. اش خلات لي نفهم دابا ما فهمتش. قالت لي راه والد حرامي وراه كانت وقالت لي راه حامله من بزناس وهي عارفه بها ومخبيه زيد عندي. وانا جاب الله عاود لي كتعاود لي على السيد اللي كنت كنعرفو في اللي كان خدام هذا الملك واش وقع ليا معاه. ولكن انا ما كنتش لي فهمتي قلت لي اختي اش قالت واش قالت ويقول لي ويصوني لي ويقول لي بغيت نهضر معاك قلت لي قلت لي خرج عندي حدا الدار خرج عندي ويعطيني ميساجات كنقرا 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 قال لي متاكده هذه اختك قلت لي ويقول لي حاجه تتكون اختك اختي تزوجت اختي هي تزوجت هذه اللي تزوجت ذاك الدري اللي كانت كتعرف. قال لي شوفي جمعي وراقيك هي اختك غتبقى حتى شي نهار غدير لك شي حاجه اللي ما تخيليهاش. جمعنا وراقينا تكاتبنا جات بغات تسامح معايا كانت هي حامله وانا حامل حملنا انا وياها قد في نفس العام هي ولدات بسيمانه انا ولدت من وراها. جات عادي كانت خاصة مع راجلها جات المدينة اللي ساكنة فيه انا ساكنة فيها انا ضربت القاعد ومشيت ما درت حتى شي حاجة حتى بابا قالت لي قالها دبر راس انا ما شغليش بابا ما حضرش ليا من لعت العدو مشيت بحالاتي درهم واحدة ما عطاهاش ليا عرفتي بحال الكلبة غادا بحال ما هكاك وهاديك هي اخيب حاجة وقعت. المهم كرينا بيت جلسنا فيه. المهم في الشهر الاول خرجت حامل حملت جات اختي بقات كتطلب خواتاتي وانا بغيت نتصالح معاها وانا ندمت وانا هادي وانا انا راه غنولدهم وانا جات عادي من ورا العيد الكبير جلسات صافي جلسات وانا نقول لها وتقولي سمحي لي ونقول لها اختي لا سمح لك الله نسمح لك انا شويه قالت لي وقلت عقلي وهادي وكتعدي ودينا وانا بقى فيا الحال حيت مشيت عند ماما وقلت لها نفسي اللي كان كيعرف كان كيضربني وهادي شويه كانت قاسم مع راجل دوزت يومين بدات كتعاود للراجل اختي كانت فاعله وكانت تاركه ودارت وفعلت وكانت هي وتخيل معايا انا راجلي انا رجعت تعاودي عاود وجيتي قسما بالله وجيت عليا زلق قلت لي تقولي هادشي تقولي لا هذا ضرب ما كاينش تقبلك بعينك ماشي في وجهك كنت كنشوف في وجهي والله اخويا بعدا في وجهي كنقول لها ياك اختي شي خواتك وينقص خويا ويقول لي نقص راجلي ويقول لي شي اختك هادي اختك هادي ما تبقاش حاط رجليها عاد في الطاح صافي مشات عند خويا جا جا الدور ديال خويا اللي غيعرف عندي خويا كبر مني
ملي كانت حامله مشات عندي، مشات عند خويا وليت تقول ليه خويا وقف على الطلاق ومرته، اختي معاوده لمرته كلها. انا خويا انا وقبي حاده ما عرفتش قال لها وي تقول لي سير سير ذبح هذيك اللي جابت لكم العار وجابت لكم حرام. علاش كون ما كايناش؟ قالت لي سير سول ساره اختك. قالت لي سير سول اختك صافي. يا هذيك نت خويا كيقلب عليا باش يذبحني. وخم زوجة. وخم زوجة. ممكن كنقدر نمشي للدار. ما نقدرش نمشي لدارنا. وخويا لدرجة أنني منين ولات المهم منين دارهم هما عرفوا هذا صافي تقبلوا الواقع صافي وليت عايشة مع دارهم وليت بنتي وليت عايشة مع دارهم. هو استغل ديك النقطة أنني ما كنمشيش لدار أنا مع الدحل. وليت كناكل العصا نوضي تشقاي لي قلت لي لا ولا شي حاجة ناكل العصا كتولي مدلولة. شنو قال لك تمشي بعزك اخويا بادر كتولي مدلولة. الاول كنت تنقص امك تقول لي ماني جبتك الطبلة والغياطة ماني جيت ماني جيت انا اللي جبتك انا انت اللي جيتي غنرجع لدارنا اخويا بادر ميمكنش امبوسيبل فنرجع مشي تسي بنتك غتمشي تنصاركم لا بقيت صابرة. كان ملي كيضربني كنمشي على الدار جداه كيبقاو يصبروا فيا وهادي وانا نبقى حكم انني اخويا بعدا ما نكذبش عليك انني بدراعي. كان ملي كنمشي ما كنقلاش نمشي للشقا نطيب هادي خواتو صافي كيبقاو عليا صافي ودابا يبدل وراه الزواج ديال الصبور وهادي وراه طالع في الجد وراه هادي وراه المهم دازت عامين لقيت راسي عاوتاني حامل زدت وليت بنت اخرى رغم هذاك الشيء السيد كنقول غيتبدل ما تبدلش اخويا باطل ما تبدلش صافي. وصلت واحد الوقت وانا مشي عند ماما ونقول لماما اش كيدير ليا فحيت انا كل ما ملي كاع معميت من عيني اخويا باطل عندي الزهر اقسم بالله عندي الزهر اني كانت كتزراك كتجي تبرى العين اللي ما كتزراك الاخرى ملي مشيت عند الطبيب لدرجة ملي كنت حامل بنتي مشيت عند الطبيب شفت عين تاعت عيني كحلين وليت كنبان بحال دوك اللي كيضرو كان قوة عيني ولاو كحلين ولاو الكحولة ديالهم باش تحيد صافي. هاديك مشيت قلت لماما شنو كاين وشنو كاين حيت كنت مخبي على دار اربع سنين ونص وانا خويا ما كنمشيش نقول راه كيضربني ولا كيدير ليا كنقول هو يقول لي انت اللي بغيتي انت اللي بغيتي تزوجي انت اللي بغيتي هادشي اللي غيخسر عليك صافي. نط كان قبل من الكورونا صافي عييت اخويا لحمي طاب مات اخويا لحمي على راسي راه كنا كل صدرب انني واحد درجة ان واحد نهار في رمضان كتهز كاس هرسوا لي في يدي ضربوا لي ضرب لي يدي مع الكاس حتى يدي كلها تحلت راه تساوى صيفطتهم للاظمي راه وريتهم ليها تمنى الاظمي تصيفطهم لنا في الواتساب لدرجة أنني أخويا صافي عييت عاتي أخويا شنو عييت عييت الحمي طاب 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 بالعصا طاب وماشي كنقول لك ضربني ضربنيت هو كان كيتريني كان كيتريني فيا ضربنيت أخويا أقسم بالله ضربنيت صافي يا هاديك مشيت عاودت لماما شنو كاين شنو كاين صافي قلت لماما بغى نطلق قالت لي ماما مقتنعه قلت لها صافي مقتنعه رجع البراك جلست بقى كيجي هو بقى كيجي يطلب في ماما ودارنا وانا بعد تحقل وانا هادي وانا هادي وانا هادي وهي تقول يا ماما هادي عطي اخر فرصه ارجعي اقسم بالله اخويا بدر عرفتي هاتي راجعه وما حاملاش راجعه صحه راجعه صحه ردني بابا صحه بابا عيط لي قال لي جدي مرتك ردني صح من بعد كديك رجع لي رجعني اش كنت غندير انا يا خويا بعض مشيت هزيت الكريدي من البنكه كنت خدمت
مش اللي يعرف كيفاش باقي ما خدمش ديك الساعه، شي درت على قروض صغرى اللي كيسلفوا بحال زاكوره وداك الشيء، مشيت درت باش نهز كريدي. كنت نمشي ناكل واحد الشاورما عند واحد السيد، وانا نتلاقى مع واحد الدريه قالت لي هاتي بغيتي تحرقي ولا دي وديك، قلت لها نحرق. قالت لي بناتك؟ قلت لها بناتي نخليهم لباهم ونزيد. قالت لي صافي، قالت لي وجدي راسك، مشيت هزيت الكريدي صافي، معوله انني غنضرب الضربه ديال الحريق، ما قايل لها حتى واحد. ناضت اختي، كان عيد ميلاد ديال بنتي الثاني، غتكمل فيه عامين. ناضت اختي، غتقلب تليفوني غتلقى ميساجات كاملين مع الدريه. تتقلب لك التليفون هي هذيك علاش غادي هذيك هي اللي تقلب لك التليفون؟ بابا بغى يرجع. ما عرفتش هي هذيك، كانوا بغا يديروا موسيقى ما بان لها الميساج الفوق، وجدي راسك راه غنخرجوا. دخلت تقرا شرحها صافي. هي هذيك مشات عاودات لماما، عاودات لماما كلشي. ماما قالت لي حلي لي التليفون. قلت لها علاش نحل لك التليفون؟ قالت لي حلي لي التليفون. ديك الساعه كنت ما جالسش معاهم في الدار، ولكن بحكم انني متخاصمت معاه هو مشى للدار وانا بقيت في الدار اللي كاريه، كنخلص كريعه، خدمت في باتيسري، فهمتي، كنديباني راسي في شمع طلع. هي هذيك وهي تقول لي ماما حل لي التليفون. قلت لها جات ماما عندي، جا واحد مع قاون شي 12 الليل بغاو يشوفوني واش كاينه في الدار ولا ما كاينش. كيدقوا نسيت اختي، اختي واحد، حيت حنا بحكم اننا بزاف ديال البنات في الدار. نسيت اختي ميسر، قالت لي واش تيكيدا في الدار؟ قلت لها اوي. تقول لي ماما واختي، ماما واختي راه جايين عندك. لا صافي، نص انا كنت بموجد راسي غنخرج، حد دايرين معايا خاصني نمشي، حيت غنتنقل من مدينة باش غادي نخرج. دقات عليا، دقوا عليا، حيت حوايجي بالزربه، لبست بيجاما وجلست. قلت لها شكون؟ واش بيا ماما حل؟ لحيت بنتي اللي كتولد الثانيه شدها ليا بابا، قال بابا عطيها ليا ما تعرفي معاها والو. والكبيره كانت عطيتها لي، يعني وحده عدو وحده عد بابا، انا ما عندي شنو غنخسر. حلات ماما الباب واش قال لها؟ كنتي غادا شي بلاصه؟ قلت لها لا. قالت لها يلا معايا للدار. قلت لها علاش غنمشي معاك للدار؟ واش قال لها؟ يلا هاد اختي الاخرى اللي قلت لك دارت لي مشكله كانت حامله بنتها وقربت تولد. قالت لي غدا راه غادي تجمع حوايجك وغتمشي عند اختك تقابليها باش تولد. قلت لها انا ماني سوقي، انا ما سوقيش ما اختيش. وهي تقول لي صافي، بديت كنغوت على ماما. انا ماشي كنغوت، غير انني خاصنيش نمشي باي طريقه، ما خاصنيش نمشي صافي. تقول لي بغيتي نمشي واش عيط لبابا؟ انا خويا بابا كنولي ضعيفه، ما نقدرش نرد نقول ليه لا. الا قال لي سيري ما نقدرش نقول ليه لا، وخا مزوجه وواعده وخا يقول لي سيري تات الخالي انا نمشي. عيطات لبابا ويتقولها لي ويقول بابا ويجي بابا. شكون اللي قالتها لها، اختك ولا امك؟ ماما. ويجي بابا بقى يعير فيا يعير فيا، ما تنساش لي هذاك النهار ويجي الطفل تدفل ويدي تدفى صافي هذا هو الحل عندك. انا كنبكي. قال لي يلا زيدو قدامي راه داك التليفون. ويشدو يا خويا بابا شدته. مشيت غدا كنبكي، دخلت البيت ديال اختي، قال لي دخلي تنعسي. كنبكي تنغصص، ما نعشت، باغي غير امتى، بغيت غير نزهق. اش داروا لي؟ سدوا عليا البيبان، باب ديال الفوق باب ديال التحت بساروا حيدوا، زعما واخا تبغي تهربي من بعد تقول لي غتهرب. صافي بقيت عاطيها لك. جا بابا كان خدام، جا من الخدمه عيط لي. الو لاباس بخير؟ قال لي جدي مرتك، بغيتي مرتك؟ قال لي اه. قال لي جدي خويا بدر غاده، شني غاده وما حملت واحد الشخص، المعاشره ديالو ديالي معاه ما بقيتش حامله راسي. صافي جا لي كلشي، رجعت وبقى حاضرين معايا الدار. قال لي بابا سير ديها وسد عليها، ما تبقاش خليها تخرج، كاين لا خدمه لا والو، ياك انت مرتك وولادك شدها صافي، ما تخرج من الدرج، تمشي للخدمه وصورت عليها الباب وسير. هو ما عارف شنو كنت غندير، هو كيسمع بابا كيقول لي وكاك، ما كانش عارف شنو كنت باغا ندير ولاش كنت ناوي، علاش كنت ناوي. هو فرح، عجبو الحال، عجبو الحال زعما. رجعت
رجعت اخويا يا ريتني ما رجعت. كذب عليك عبد زاد لام نفس الحاله. دازت شي 4 شهور بقيت عاوتاني راسي حامل غرقت. قلت مين قلت لي اخويا بادر انا حامله حيت الشرجه مضربني بي علاش حيت قايل لي تسخري وقلت لي قلت لي شكون الراجل انا ولا انت بغيت انت تسخر علاش نسخر انا كاين اخويا بادر ولا ما كاينش كاين انا مرا في الدار كنطيب لك كنوجد لك منقياك منخليك مخصوم حتى شي حاجه خرج انت الزنقه تسخر كون ما كنتيش نخرج ولكن انت كاين علاش نخرج انا هاد الشرجه ما خويا بادر ضربوا لي فوق راسي شفت كلي وليت كلي دم وكرشي لفمي بقيت صابره جات كورونا الحجر الصحي كنخرج ما كنخرج هو كيمشي للخدمة انا ما كنخرج كنمشيش لا دارنا لا والو بقيت تفتح الحجر الصحي الاول البنتي ديك الساعه على عدة شي 19 ولت انا بنتي من وراها شهر 3 انا ولت بنتي في شهر 11 شهر 3 جات كورونا صافي بقينا حلو الحجر الصحي الاول ديش كنقلب على خد لا حتى الحجر الصحي الثاني ديش كنقلب على خد جات العواشر جات العواشر انا جايبه بنتي وبنت اختي جالسين كي لا كنجمعوا مع عدي في الدار نط شاري لهم تعارش بناتي وبنات اختي ما عاد على ابسط حاجه قال لي سكتيهم قلت له راه عادي راه الدراري صغار واش غنسكت خويا بادر الدراري صغار نعم الدراري كيلعبوا عادي ولا واسر عادي علاش اللي كيولد شي ولد ما كيستحملهمش راه ولد شي راه خاصك تقد عليهم نعم صافي هذاك وين ود اخويا ويهز جوج تعريجات ويضرب ميه فوق راسي ديش كنبكي ديش بنات عيط لختي قلت لها جدي بنات اختك داتهم ديش كنبكي ديش كنقصافي ديش كنخطط ما نعش واش كيدير كيضربني كيبدا يحذر فيا باش ما نمشيش لدارنا وانا اش كنقول كنقول ما عنديش فين غنمشي اللهم وكك ولا كنقول اش غنمشي ندير اش نمشي ندير قاعده في الدار ما عندكش كتبدا تشوفي كتقيدوا لي ما عنديش اش نرجع للدار هي هذيك غاد لي مشيت لدارنا صافي انا قررت مشيت لدارنا قلت لماما شوف واش دار لي واش دار لي واش دار لي دار لي ويا بابا سير هذيك لا ريبي شي ديك لا ريسبي حيت ما مره الاولى ما مره الثانيه ما مره الثالثه جا ما لقانيش سولت الناس بيني وبينك المحكمه صافي مشيت درت سيرتيفيكا عطوني فيها 25 يوم عطوني سيرتيفيكا ديال المراه المعنفه بلاصه حيت كاينه في السبيطار كاينه واحد البلاصه مختصه للنساء المعنفات عاوني سيرتيفيكا هادي صافي مشيت ندعيت صافي دعيت وقلت انني على الطلاق صافي انني صافي قرار لا رجعه فيه انني باغا نطلق باغا نطلق عييت كذب عليك اخويا بادر لحمي مات ليا على العصا بقيت كيقول لي نضربك نقول لي ضرب حيت صافي مات راه درت انا وياه 8 سنين ما غيموتش هاد اللحم هذا راه الحمار ولا بقيتي كضربي فيه كيتشد كيتفلح ليه الجلد باش بنادم صافي هذيك نت كنقلب على خدمه نعمك الحمد لله مرضات الوالدين انا قلت لك اخويا بادر ما قارياش ما مكملاش الدبلومات دخلت ولكن ما كملتش واحد السيده كنت كنمشي عند الصالون فهمتي كنت كنعاود لها كنت كنبقى فيها بزاف ويتقولي شوفي راه جات عندي واحد السيده راه واحد الشركه ديال الكابلاج راه طالبين البنات واش تخدمي لا نخدم هذه الساعه مع تلقوا الحجر من الكورونا وخاسين من خدام قالت لي تخدمي قلت لها نخدم هذاك الشيء اللي كان اقسم بالله اخويا كيفاش دوزت هذاك السيمانه ديال هذا ديال الفورماسي ما عرفت فورماسي لدرجه ان اخويا بادر كله فرنسي وانا ما قارياش انا خارجه من السابع ما قارياش كيفاش دوزت هذاك الشيء ما عرفتش دخلت نخدم صافي دخلت بنتي حطيتها عند ماما كنمشي نجي للخدمه صافي وكنتسنى في الدعوه دوزت شهرين الدريه بنتي خاصها تجلب الضفاشير كلشي عدته في الدار يعني خاصني بنتي تجلب نوت عيط لي في التليفون قلت لي شوف ديت الكتاب البيه ما عديش شد معايا الزكاه ما عديش
نجي وديما كنشد من هذاك الايد، انا غنمشي لداركم غتولي في داركم، عمال واحد الطلقه كتولي زعما كترجع بعيبتها وهذا. المهم انا نقولي شوف، مشيت هزيت بنتي، هزيت بنتي الكبيره والصغيره، ديتهمني دقيت في الباب وانا قلت لبنتي الكبيره شدي اختك، حطيتهم وهبط، ماشي حطيتهم لي باش نعطيهم لي، الا حطيتهم باش يجلب ليهم، باش يجلب الدريه والاساسات ديال مو تجلب ليها، وغنجي ناخذ الدريه. انا ما بغيتش نشوف والدي، لدرجه ان اخويا بدر باهم كانوا كيضربوني، اقسم بالله باهم كانوا كيضربوني، ورغم داكشي كنت متحمله هادشي كله حيت كنت كنقول ما عندي تناصر، راه كيما قاريهاش ما عندكش فين تمشي ما عندكش فين تري، وهذا اكبر غلط كندير كنت وحده كديرو في حياتها، انها ما تقراش وانها تبقى رغم انك تحسي براسك ناقصه، واخا تكوني متقرا واخا تكوني ما قاريهاش ديما نقولي لا علاش معليش ناقصني، ما ناقصني لا يدر الحمد لله. اي هذيك شد لي الدري، انا كنت باقا كنرضع بنتي، شد لي بقات بغا يعطيها لي، بغى يشدوني زعما في بنتي، هو عارفني انا ما نقدرش نبعد على بناتي. الا بغيتي بناتك نجي تكلسي، انا واقفه معاك على الطلاق كنرجع، اقسم بالله خويا بدر وليت كنضرب بحال الصطيع، ما بقيتش كنمشي للخدمه، كنجلس في الزنقه كنبدا كنعيط لي ابي كنقول لي عافاك، انا راه اللي ودي وسلمت بين يدي بغيت نشوفها بنتي، قوت انني بقيت كنرد على بنتي ولا صدري كيضري تحجروا ليا، وليت كنبكي اكنبكي اكنبكي، وليت كنضيره بحال الصطيع في الزنقه عافاك، كنطلب فيه عافاك عافاك ما تشوف بناتي، ما عديش الا بغيتي بناتك ترجعي، ناس ديال الدعوه ترجعي. اش غندير صافي، وليت كنردع بنت اختي باش ما يمشيش ليا الحليب، حيت بنتي وبنت اختي بيناتهم عين، وليت كنردع بنت اختي كنقول ليها ماما باش ما يبقاوش يضرني صدري، قول ليها ماما ردعي بنت اختك، وكنبدا نبكي، كنت نقص اختي قول ليها انتي هاي بنتي راه بنتك، وتبسمح الله هذيك البنت كتقول لي انا ماما، شكون اللي كانت تدير لك المشكل؟ اللي كان وقع ليا مع صافي نسيت كل شيء، صافي كي دابا كتقول لي نسيت كل شيء، صافي قلت صافي اخ صافي وخا واحد الدنيا وكان طايشه وما عندهاش عقل، صافي نسيت هي هذيك. جا واحد النهار كيعيطوا لي قالت لي اخت خارجه انا اختي، ديك الساعه باقا كنديروا البافات، خارجه انا اختي للسوق، هذه اختي نيت خارجه انا وهي السوق وهي جار انا هازه بنتها مركبه قدام، تكتبان لي عدوسي وجارتي وبنتي، وانا نقول اختي شوفي شوفي راي راي، وهي تقول لي شناهو نديوها ليها، قلت لها نديوها لها، قالت لي شوف انت غادي تمشي، خلاتني في واحد المحل مع هذاك غدي لك شي وحده ما غتعرفيش شكون اللي داتك، هي دخلت مع جارتي البلاصه ديال الحوايج، بنتي هبطت لاختي البافيت وتقول لها سكتي، بنتي حيت باغا تجي عندي ما دواتش، بنتي الكبيره عندها ديك الساعه 5 سنين ما دواتش، ويتنقذ بنتي وتقول جدها هكاك امي هذا الكلاس هاك، اختي شداتها ويتعلق بها مع راك عارف البافيت فين غتلقايا قدام، حنا بحال حنا كنقولوا بحال القيصاريه في كازا، يعني ما فين غتقلب عليها كل حوانت كل عباد الله، صافي ناتو تقول يا اختي شوفي انا ما غنقولوش حيت بابا غيقول لنا شفتو جبد الصداع، قالت لي شوفي انا ما غنقولش لبابا، ندزنا للصالون حطيت بنتي في الصالون، حطيت بنتي في الصالون، قالت لي شوفي انا غنقول لماما راه جاتني خدمه رخصني نمشي لداري، قالت لي ما ساكنش في المدينه ساكنه في ان، قالت لي غنمشي لداري ويالله معايا ونخليو بنتك عند مولات الصالون ونمشيو، هذاك الشيء اللي درنا، جينا للدار باش ماما ما تشوفش بنتي، باش يقولش بابا باش تشوف صداع، حطينا بنتي عند مولات الصالون، مشينا للدار، طلعنا وانا نلقاها واقف ليا في راس الدار، ويقول لي بغيت ندوي معاك، قلت لي نعم حيت بقى كيصوني مابقاش كنجاوب، قلت لي نعم، ونقول لي بنتك، قلت لي فين هي بنتي، راه بنتي عندك ماشي عندي، ويقول لي قلت لي انا ما تيشاش. انا مش قلت لها يكون كانت غتشوفها معايا ما عديش، حيت انا خاصني بنتي الاخرى نجيبها الصغيره اللي باقا ترابيا، صافي هذيك قلت لي بلاتي نطلع نلبس جلابشه وانا هابطك، حيت كنت لابسه هذاك كضاربه تريكو سروال، قلت لي انا هابط انا شنو طلعت لبست برديله ومناوي عليا خزيت، صافي اما كيقول لك واحد كيموت على بلاده لا ولاده، صافي حال الدنيا بين عيني، لبست جلابيتي درت السيف في راسي حزمته، مشيت كنتغاوت انا وياه في الزنقه، ومزيان قال لي انا ما عندي، قلت لي انا نمشي لدار، شد هو الطاكسي مشيت انا الطاكسي وقال لي انا غنمشي للكوميساريا كنتي سير ديكلاري، شدي الطاكسي مشيت لدار، مشيت لدارهم كندق كندق وانا نجمع عليهم اخويا، كذب عليك اخويا بدر هذاك الشيء كاع اللي كتجمع عليه كله فرغت هذاك النهار، قلت لي شوف
باه ما عارف والو، قلت لي بنتي، ويقول يا بنتي طير تما تنزل تما تحطوا لي بنتي، انا راه باغا بنتي الصغيره، انا ما الكبيره نعرف، اختي شدات بنتي شدات الترين ومشات للدار. هي هذيك ديش كنغوت عيطوا لخالته حيت عارفيني واحد خالته كنحتارمها، عيطوا ليها انا قفلت عليهم الضرب من راس حتى الراس، ما كاينش شي كلمه اللي نسيت وما قلتهاش. وليش بقوت انا ديك راسك وليش كنترعد سناني كيترعدوا بالجاره ديالهم، قالت لي انت دخلي انا دخلي غير شربي الماء وارتاحي يكون خير. شديتيني انا غادا الجاره وعندك واحد الشجره وانت تشدي شعري من جري زي وشدا شعري وبدا كيخبط لي راسي معاه من الحديده، كتقولي صاحبتي كتقولي الدريه غادي تقتلها، كيقول لها تموت كيف تموت انوريك. عشان تاني ربي واحد جات اخويا بدر ما مني طاح لي بالي، انا كنت ضعيف انا ندار انني كنت انني كنت ضعيفه بزاف، اني تبقى تهضر معايا ما نجاوبكش نبدا غنبكي ما نقدرش نرد عليك الهضره، ندان كتعيرني ندان بكي صافي هذيك. وانا نضرب الباب عرفتي ضربت الباب تتنقز، دابا انا منين ضربت الباب فرعت عليهم الباب باش كتبان ليك تبان ليا عدو سي مركبه بنتي في دارها، انا ما باغاش نضربها ما عادش غنضربها كاش درتي ليا، انا باغي ناخذها بنتي انا باخذ منكم حتى شي حاجه، انا حيت ان ذاك الولد عمرني نسيته وبنتي كنقول غنعوضهم نعيشهم احسن من داكشي اللي عشت فيه انا، وما توقع عليهم حتى شي حاجه وخايفه عليهم بحال شي بيضه خايفه ولا تهرس. انا منين دخلت كنحس راسي ترفعت بشمال، رجلي كيتشتفوا عليا هو وباه وخو، ومشيتي كتجري للكوزينه جبت تيموس وبغى يذبحني. دخلت خالتي كتقول لهم حيدهم اتقتلوها ولي شكون ندم، جيت هذا قرجو تي مجروحه كوني دم عيني زرقاء باش جبد الكرافوز باش كيضربوا الخشب ضربوا لي في رجلي لحمي كله، كوني وليت ديال ديطاشي كوني ما فيهش الا بلاصه صحيحه، خرجوني بداو عليا واش تصطيتي رغيس وقالت لي سيري جيبي داركم، قلت لها علاش غنمشي نجيب دار، صيفط بو الحبس صيفط خوتي الحبس، هبط عيط البولي ما هبط قلت لماما شنو كاين شنو كاين، قالت لي ماما سيري السبيطار حنا اللي حكينا مشينا خيط داوي وليا داكشي عطاوني قري غدا جيب مشي ديكلاريت عطاوني سيرتيفيكا في 45 يوم لا عطاوني هما خو الدار كل خطر البوليس كيجيو ليهم داوني دخلت معايا واحد الجمعيه ديال حقوق الطفل، دخلت معايا واحد الجمعيه ديال حقوق المراه على انني بنتي راه محيده عليا باقا صغيره حيت من حقي نشدها حيت باقا كترضع وبلاصه المعنفات وكاينه بلاصه في الكوميساريه ديال النساء المعنفات ديريكت هاد الواكف، وفي المحكمه عاوتاني كاينه بلاصه مختصه بمكافحه النساء المعنفات صيفطوني عداني تاع هاد الوكيله. الوكيله قالت لهم هاد السيد يحضر باي طريقه، داك راه ريت به هو وباه وخو، قالت لهم اي طريقه هاد السيد تجيبوه ليا، هاد السيد انا اللي دير في هاد الدريه الحاله، انا بغيت نعرف هذا كي داير شكون هو. كل نهار كتمشي الصطافات عندهم للدار، كل نهار الصطافات كتمشي عندهم للدار خواو الدار مابقاوش كيجلسوا كيعيطوا كيطلبوا كيقول لهم داك كنقول لهم عاد لدرجه انني قسما بالله داكشي كان كيدير فيا كيقول لي الله يرحم لك الوالده، كنقول لي انا ما عنديش الوالد ما ترحمهمش والديا ما تسنينكش انت ترحم عليهم. صافي انا رجعت بقيت انا خدامه وهما مابقوش مرتاحين في حياتهم، شهر وما الكوميساريه كيمشيو صيفط لي بنتي قال لهم جا صيفط لي مع واحد الدريه ساكن صاحبتي وجاتي في نفس الوقت قال لها قولها هي بنتها غير تجي ودير، وانا با كان ديك الساعه مريض في القلب. انا قلت لي انتم حسيتوا بيا ملي كنت كنجلس كنطلب فك، تخيل معايا وحده كطلبك وكتقول لك انا راني يهوديه وسمش بين يديك بغا بنتي ما باغا منك والو شي كيدير شي حاجه اكثر منك اخويا بدر دلي راسك تولي نمشي نجلس في راس الدب ونتسنى غير عاد تكون خارجه نشوف بناتي. صافي كنت خدامه تعيطوا ليا قالوا لي جي راه شي خت مات راه مات. صافي عيطت لماما قلت لي ماما اللي حشومه هذيك صحت باقا قالت لي ماما حشومه الموت فهمتي انتي ماشي بنت الكلاب انتي بيني لهم انتي راكي مزيانه وماشي فهمتي ماشي شي واحده خايبه
وما توقعونيش، كان اخر وحده يتوقعوها غادي تجي. كان مات نهار الجمعه بالليل، انا خرج من الخدمه مع 10 الليل، ترونسبور داني نيشان، اول ترونسبور غيخرج من الشركه وديالي، حيت قالت لهم الشافه راه عندها من الموت، خرجت انا الاول. صافي داني ترونسبور، دخلت اشافني ويتعنقني ودات كتبكي وهي تقول لي دخلي سامحي معاه، اول مره انا نشوف شي ميت في حياتي، عمرني شفت شي ميت. دخلت صافي نزلت على راسو وهي تقول لي قولي لي راكي مسامحه، وانا نقول لها انا راه مسامحه الدنيا والاخره. صافي وقفت اخويا في الموت بحال بلي مات، اقسم بالله اخويا بدر بحال انا بابلي مات. كانت كورونا هذيك الساعه، باقي كورونا يعني ما كاين لا عشاء لا والو. تخيل معايا طلعت ونزلت درت ليه العشاء وتقديت كل شيء من جيبي، فلوس باش خدام باش خدام، الام ديالي الصباح جابت الفطور فهمتي. تخيل معايا هو عد خوته من باه كلهم جالسين يتنقز لدرجه الجيران وينقزوا يقولوا لي ماشي انت لقيتي كيقولي بركه عليك راكي ما هيتيش طالعيني نازله طالعيني زعما عارفه مع الطروازيام ميطاج وما ساكنين في برومين والناس خاصني يطلع عندهم شي لهز زايد في السطح نشوف شنو الخاص واللي كيطيب اشنو خاصو فهمتي. ونهبط على الاقل انا ملي داش مع داك الكلوجيز عرفني انا ربط الناس وانا ما كنتصابر معاك على شحال من حاجه وانا بديت معاك من الصغر. كاين اخويا بدر ولا كاين ناس برافو عليك. صافي كنقول انا راه الموت ديال باه غتقصها غتهرسق كما كنقول. عيطوا لي في الكوميساريه كتم صافي انا غنتنازل لي اسمح لي. صافي بارك صافي انت قلت صافي يقدر يكون هذاك درس لي يتعلم، ولكن اخويا ما تعلمش بقى نفس الحاجه. دفع في الدار قال لي نتعاونوا انا وياك نديروا الدار، قلت لي واخا دفع في الدار رجعت معاه منين دفع في الدار وكل شيء على قوة الله. هذا كتعرف اش نقول، مش داك الشيء انا الحكم انني عندي طرابية وبناتي ما كاينش اللي غيشدهم ليا. اش درت في الخدمه؟ تفيكسيت في واخا غنوقف واحد الدقيقه قبل ما نسال الاذان، وقال لك تسمعوا الاذان. لا ماشي تماش جيت ما تسمعش. لا ماشي تسمعش. قلت لك هي هذيك منين مو ولا شدك شي انا ما كاينش اللي يشد لي بناتي. مشيت عند الشافه ديالي كانوا طالبين الدريات يتفيكس او في الليل يبقاو يخدموا الجروبات الليل، وهم حنا عندنا في الشركه الناس اللي مرسمين كيبغيو يخدموا اليوم الليل ديما كيبقاو يدفعوا لهم المالاديات. وانا مشيت عند الشاف سيكتور عدي وانا نقول ليه وانا نعاود ديك انا عندي بنيات وهذا وهو كان عرفني عندي فيها انت فيكسيني الليل ديما غتقديش كي غنقد. اقسم بالله خويا بدر وهذا الاذان عام كله وانا فيكسي الليل، عرفتي شنو هي عام كله انا كتفيكسي الليل كتخدمي غير الليل وكتجي مع 6 صباح ما كنعش كنجي كنوجد ليه الفطور نلبس بنتي نصيفطها للمدرسه كتقرا في الروض ونطيب لهم الغداء ها باش نعس وكنعس وخاصني نفيق مع 5 العشيه نوجد ليه هو الكوتي ونوجد ليه الغداء اللي غيدي معاه الخدمه ونوجد معايا انا نطيب هذاك العشاء هو غيدي معاه الخدمه وانا غندي معايا الخدمه اللي غنتعشى به. لدرجه اخويا بدر ما كنعس وليت كنوني نفيبري في الخدمه كنكون واقفه قوه ان الطونسي ولا طايح ليا الساء كنكون جالسه حتى كنغيب ورغم انت ما كيحشفك درتي شي حاجه كتاكلي العصا اي حاجه كناكل عليها العصا هذيك وعيطوا لينا صحاب السكن قالوا لنا صافي اجوا باش تخلصوا النوتير باش تسلموا دارك. هو قال لي انا راه ما عنديش هذا انا مشيت هزيت كريدي من البنك هزيت جوج المليون ونص مشيت خلصت النوطه على اساس انني شو ما كنتش ناويه اخويا بدر انا راه غنطلق صافي قال صافي ما دابا هو مات وهادي فهمتي يكون دار عقله صافي ها صافي. حنا في العيد الكبير في الخدمه كيعطيونا 30 فريه ديال الحولي كيعطوها لك و30 فريه كيعطوها لك كريدي كتبقى تخلصي فيها 200 درهم الشهر يسيني الفريق شدينا السوارد ديال الدار
قلت انا درت داري وانا نجمع بنياتي وربيعها وعوضني فهمتي الحمد لله وانا نجمع معاهم وخير من بناتي تسردوا وهذا نتش دارنا انا خديت في دارنا وذا بتدارنا كانوا شراف نفس البروجي اللي شريت فيه ام ومشروع من لوني وانا شريت حداهم علاش قلت انا من نخدم ولا شي حاجه بناتي قرابي لماما ماما تقابلهم ليا فهمتي صافي نتش بديت كنصلح مع هذا الدار هو قال لي انا ما عنديش كي انا كنصلح انا فلوسي باش اللي كنتخلص انا غنصلح دا قلت لي حتى شي كلمه العيب لحد انا مع بنت الناس شديت الفلوس جبت القباص دخلت قبص الصاله قبص البيت ديال البنات يا هذيك زينه جيت اخويا انا كنجلس غير السبت كنخرج السبت مع 6 الصباح عدي النهار كله خاوي كندخل الليل مع 11 الليل باش نمشي للخدمه جيت السبت وتخيل معايا اخويا بدر السبت اللي كنجلس فيه خاصك ديري اليوم القلي عرفت شنو هي القلي جلستي خاصك تصايبي الزعلو تقلي البطاطا تقلي الفريت تصايبي شلايط وبوحدك راه مكاينش العوين وتسالي تغسلي الماء ونجفي ورغم هذاك الشيء كنقول نصبر ما عندي ما ندير نصبر صبر صبر هذاك السبت جيت اقسم بالله اخويا بدر باغا غير نعس ما تشني هذيك باغي تكوني ضاربه تماره تشني 8 سوايع وانت واقفه والكابلاج عاتي الكابلاج ما ساهلش 8 سوايع وانت واقفه على رجلك ما كتقلتيش ما ساهلش جيت وجدت قال لي يا وجدي لينا بغينا نمشيو للبحر قلت لي انت ما قلت لي حتى كلمه العيب كي شوف انا نوجد ليكم سيروا نتوما للبحر وانا خليوني غير نعس بغيت نعس هادي فيها شي كلمه العيب اخويا ما فيها حتى شي كلمه انا توجدت ويت نقذ مو وهي تقول لي حيت صاحبتي كانت دارت العرس قبل منا بسيمان وهي تقول لي ملي كانت صاحبتي عدت العرس ما نعستش ودابا بالك راك باغا نعس كتحرش فيه وهي تعدي وقال لي يلاه من البحر قلت لي انت هز بناتك وهز امك وسير البحر انا باغا نعس انا باغا نعس نفيق نمشي للحمام ونكمل بعدين ماتي ونجي انا اللي عليا وجدت لكم الغداء الغداء راه وصيبو ديال دي والبحر ما قلتش كلمه العيب ما تبديتي كتشف عليا انا شي بعدا كيشف عليا كيشف عليا قلت ليك هادشي كله انا دايره معاك وما خليتش ما درتك دير ليا هكا ياك اخويا واخا كي باغا نمشي للحمام انا باغا نغسل صافي قررت وصلت للحمام عرفني هو اصلا عرف هذاك الحال اللي دار فيه طردني كلني زرقاء انني ما نقدرش نمشي للخدمه يتفوا فيا الدريات ديما كنمشي عيني زرقاء مالكي احوق ضربني البلاكار احوق طاح عليا الباب احوق شي راش عليا بنتي الصغيره ديما ندير انا اسباب وما عارفين كيضربني راسي كلشي كيضحك عليا في الخدمه ما علينا كنت باغا نمشي للحمام وصلني باب الحمام قال لي شحال رجعت ديك الساعه وترجع عندي دخلت بقيت جالسه ما دخلتش نعوم بقيت جالسه تدازت شي 45 دقيقه قالت لي السيده تعومي قلت لها لا ما بغيتش نعوم غنمشي تاكدت انه ما غيكونش في الباب شديت طاكسي مشيت للدار مشيت للدار وقلت لماما قالت لي حطيت الحوايج ديال الحمام زدت حوايج خديت بيجامات داكشي مع الماما شديت طاكسي مشيت لكازا مشيت عند صاحبتي قالت لي ماما ماما ما عرفتنيش الغضبانه لا والو وهي تعيط يا ماما قلت لها راجلك جاي يقلب عليك قلت لها غنطلق قالت لي ماما شنو قلت لها غنطلق قالت لي صافي قلت لها صافي قالت لي ماما شبعتي وقنعتي قلت لها الله يجعل البركه حيت اصلا انا النوب اللي رجعت لي مني ما جبوه بابا قال لي ما ترجعيش وماما كتقول لي لا رجعي ورجعت وبابا والله ما بغاني نرجع ورجعت صافي بقيت هكاك بقيت مشيت دعيته طلقت راسي طلقت راسي براسي ما بغاش يطلقني قلت لي انا قلت لي انا مسامحه لك في كل شيء الدار كل شيء بقاو عليا بنادم لا وانت درتي لي الدار كي انا سوا انا شي انا ما يهمني دار ما يهمني حتى شي حاجه انا تهمني صحتي دارك اخويا بدر انا مني كاع ما تسطيت كنقول الحمد لله وكيعيطوا لي خوالات وهذا غيتبدل قلت لهم شوفوا راه 8 سنين وانا معاه راه 8 سنين ما تبدلش عاد باقي غيزيد يتبدل راه بنادم كيتبدل في العام الاول في العام الثاني كاين اخويا ولا ما كايناش راه 8 سنين راه عندنا ثلاثه البنات راه ما عندناش وحده ولا جوج راه عندنا ثلاثه راه بنتي ولات بنتي كتمشي للمدرسه كتقول لها الاستاذه ما كتبكي كتقول لها بابا راه كيضرب ماما
شنو داك الاحساس ديالك من جي تعيط لك الاستاذه وتقول لك اجي الا بغيتي تضاربو ما تضربيش قدام بنتك وبنتك ولات كتعرف؟ نعم شنو ما بقى والو. صافي انا جلست دارنا جوا معايا بابا يا بابا قلت لي بابا صافي يا بابا صافي قلت لي صافي يا بابا قرار لا رجعت فيه قال لهم ما ديرش كلمه الاول تي قرار لا رجعت فيه صافي هي هذيك طلقت راسي صافي انا ما نقولش لك ارتاحيت حيت عمرك غادي ترتاحي عندك واحد المسؤوليه بناتي بقاو معايا ما عطيتهمش ليه كنخدم عدي واش وليت عدي بناتي وعدي طريطه ديال البنك اللي هاز ديال ديك جوج المليون التصبيق يعني ودخلت بنتي انا حق انني ملي خدامه مع انكيش اللي غيدي ليا بنتي وغيجيبها انني انا رجعت جلست لدارنا دارنا كانوا كارين وقلت لك شريو وبابا بقى هذاك الدار شاده وانا بقيت جالسه فيها بابا كيخلص الكرا انا ما كنخلصش الكرا انا جالسه انا وبناتي وخويا الصغير انا خويا مسكين صغير ولي طامع فيه هو انا منين كنمشي للخدمه هو انا كيلبسها كل شيء هو كنقول ليه خرج الترونسبور جي فهمتي تلقى لي انا عيط ليه تغديت وباقي فهمتي مده عام قعدت داك الحاله مده عام العام اللي فات صافي وحنا عندنا في الشركه شهر 8 كتشد الكونجي الشركه كامله كل شيء كيجلس صافي بنتي انا يا دخلت قلت لك صافي نشحات ليا في ان بنتي اقسم بالله كنقول ربي زعماك جازاني على داكشي بنتي دخلتها منين دخلت البريفي ما بغاش يقبلوها ليا حيت بنتي ما عارفه والو دخلت جوج كما كيقولوا جوج صفرات تحت ماشي حتى صفر جوج صفرات لتحت لمده 3 شهور بنتي ولات كضرب عليا هي اللونه في المدرسه ما شاء الله وليت كنقول الحمد لله ما يعني تمارتي وداكشي مشات هباء منثورا تا الى خدمت تا الى دمرت عندي واحد الهدف وواحد الهدف كديره اخويا في بنياتي انني داكشي انا ما قريتش وما وصلتش انا ما بغيتش بناتي يوقع لهم نفس الشيء انا بغيت بناتي يكونوا احسن مني برافو اي هذيك وصل شهر 8 الشركه كلها كتشد كونج نت انا مشيت لدارنا ايام الاولى تخلصت مع اختي الصغيره النقاش هضره عندي واحد اختي طالطه اللسان السنه الماضيه كتقول لك كلمه تخليها شحال كدك فك عيراتني وليت عاوتاني كنت عارفه المطلقه كون بغيتي كون صبرتي ودارك ونادي ورغم ان يا خويا الله القاسم من غير والديه انا ما كاينش شي واحد يعقل عليا تدرم عمر شي واحد جا العيد ودق وقال لي بناتك اش خاص هو براسو ما كاش كيعطيني النفقه وليت كنقول صافي بعد مني ما بغيتش من عند والو يخ صافي عطيني التكفي ما بغيت حتى شي حاجه يا هادي تخاصمت مع اختي نط جمعت حوايجي وانا نقول اش غندير نمشي نبدل خلاو بساعه اخرى ابقى نتنقر انا ويا ماما كتفقص بابا كيتفقص نمشي نبدل بساعه اخرى هزيت بنتي الكبيره والصغيره انا قلت لك وسطانيه بابا شاد ليا ما عارفه من عاد اليومين هذا راه كملت سنين انا ما كنصرف على حتى شي حاجه من غير انا اللي بغيت نشري لها اما القرايه كلشي بابا اللي شاد ليا منين مشيت عند خالتي صافي بقيت جالسه مع خالتي واحد 15 يوم مشيت سافرت بهم ديتهم الاكادير سافرت بهم فواياج اورغانيزي يكون فيه 3 ايام مشيت سافرت بهم جبتهم جرت دخول المدرسه صافي وعيط لي بابا بابا يشوفي سير رجع للدار اللي كاين في كنا كارين صافي بقاي جالسه نشوف بناتك ما تجيش هنا صافي وخليك اللي كليتيها ما شافك من انا باش كليتي اللي درتي ودبري الراس ما تعطيني بيتي ما نعطيك انا نخلص هذاك الشيء اللي دات قلت لخالتي هاتي هما غيبقاو معاك الدريات غنمشي للدار حيت كانت مسدوده غنمشي نسيقها مع بنتي فيها الحساسيه الكبيره هاتي غنمشي نسيقها ونحل الشراج مودا باش نهار اثنين راه كاينه المدرسه باش ندخل بنتي من راس قالت لي صافي انا جيت نسيق للدار هادي كنت فاجا اختي الكبيره كتعيط ليا قالت لي الو قلت لها الو واش قلتي انتي ما غتخرجي بنتك من المدرسه لا ندخلها علاش ويجي ويا خالتك عيطات ليا وقالت لي واش نويلا ما واش درت واش نواش دخل مثلا المدرسه راه نهار اثنين الدخول قلت لا انا راه نجيب بنتي الخميس غنمشي نجيب بنتي انا راه جيت نسيق للدار وغنمشي نجيب بنتي صافي مشيت الخميس مشيت نجيب الدريات جبت بناتي جيت للدار عادي ما بالنسبه لي وانا كنت جالسه خالتي كنت كنصرف وكان هذاك الشيء في سبيل الله ما كنمنش يعني انك غاده ما تقلش على حتى واحد كما كنقول هي هذيك جيت
الخميس الجمعة. أي تعطي الصباح الو الو كي دايره لاباس بخير؟ قالت لي اما درك لا ان شاء الله نعطي لها نمشي ندخلها وهي دايره الموجده لا فلوس. قالت لي صافي انت خالتي قالت شكون؟ وهي تقول لي شوفي وهي تقول لي انت شوفي راه بناتك توحشوا بيهم اول درجه ما كان كيجي يشوفهم. قالت لي انت بناتك راه توحشوا بيهم صيفطهم عندهم هاد الجمعه والسبت والحد انا غنقول لك وانت لاقيه هادشي كامل. عيطات اختي قالت لها واش اختك باش انا نجيب بناتي من جبناتي من عندها وعيطات لي انا قالت لي صيفطي بناتك عاد بوان وانا غنقول لك السبب شناهو انا غيصدمك اخويا باطا يا هذيك انا فحال انا زعما فحال هبيله. عيطات لي عيط لخالته انا ما كنهضرش معاه هو عيط لخالته قالوا لاباس بخير قلت لها شوفي الدريات توحشوا بهم جديهم يتجمع يدوزوا معاكم هاد النص نهار ديال الجمعه والسبت والحد حتجيبيها حتى نهار اثنين غتدخلوا المدرسه. قالت لي واخا قالت لي ملي نكون جايه من الخدمه راه ندوز عليهم حيت عندها طونوبيل. شوف من عند الله انا عمرني درت الفكر ببالي بنتي كنلبس بنتي الصغيره حيت باقا ما كتعرفش عندها 3 سنين كنلبس فيها الكبيره كان خاصها تعلم كان بغيتها تولي تعلم تلبس الراسه قلت لها نوضي لبسي حوايجك يلا باش تمشي عند بابا بدات كتبدل فحال ماك وانا نقز انا وانا نقول لها على الملابس الدخلانيه ديالها قلت لها حيد انا جاي نشوف واش موسخ ولا نقي تمشي وديرو فيا يقول لك شوف امك ما مهليش راك شوف قال لي راسي انا ربي بغاني نعرف بنتي كتحيد الفوت كنلقى بنتي طيبه اجي خويا بعدا شنو بنتك طيبه طيبه من التحت طيبه حمرا 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 لدرجه ان الجلده لا اجي انت ماكينه بنتي قلنا ماما ضربني خالتي كنقول لها تيقول لي ماكينه دويه بنتي ماكينه دويه غنقتلك تفكرت داكشي اللي وقع ليا خويا بعدا داكشي كامل اللي وقع ليا في صدري تفكرت في هذيك اللحظه شوكيت ما بقيت عارفه واش نقدم واش نوخر ولي شكون اللي كنطرح ويت ويا ماما راه على ود خالتي هكا على ايدو كيدير ليها هاك تزيدي ويت ويا ماما كيدير بيبي ديالو كيديروا ليالو كيمزح فيه الدري اخويا عندها 7 سنين باش عرفت هذاك الشيء باش عارفه هذاك الشيء اشنو عارفه حتى شديتي كنضرب خالي ونضرب ندبس حدائي وليت كنقول ويلي امي امتي هذاك الشيء اللي وقع لي انا غيوقع لبنتي كنت غنتسطى خويا بادر وغنحماق كانت معي واحد الدريه كنعرفها ساكنه حدايا خدامه عطيه مشيت كنجري عندها قلت لها اجا شفتي عتقيني كتقولي ما كنقول لها اجا عتقيني قلت لها اجا راه شنو عاودت لها وتقلبها قلت لها شوفي راه الدريه ما كيوصلش لها الباكاره قلت لها واش تقولي كتقولي صافي غير سكتي كتقولي اختي غير سكتي كنقول لها ما قادراش نسكت قادراش عرفتي حيت ماما ما عارفينيش انا داك الشيء اللي دازت عليا انا دازت عليا عرفتي شنو ولات شي حاجه اللي طرات لك انت طرا لبنتك وشكون اللي دار هذاك الشيء دخلتي حتى هو ودخلتي انا وماشي صغير راه ديك الساعه كان دابا راه عدو شي زيد في 2000 في 2000 وقلا واحد راه كبيره راجل عارف راسو اش كيدير هزيتها كندور شي ثلاثه الكلينيك ما كاينش كلينيك الثالث عيط لهم في التليفون قال لي جيبيها ديتها دخلتهم بجوج هي الصغيره قال لي الصغيره ما فيها والو الكبيره ما كيوصل قال لي الحمد لله راه ما تقاسش لها الباكاره ديالها غير من الفوق قال لي مرفع لها من الفوق صافي خويا بادر ما بقيتش عارف واش غنمشي ولا نرجع جلست في الزنق وبديت كنبكي الدريه ما عارفانيش اصلا اش واقع ليا ما عارفانيش علاش كندير داك الحال كتقول لي انت الحمد لله ان بنتك ما وقع لها والو عيط لخالتي بعدا قالت لي لا هذا دراما كايناش ما يمكنش وانا كنكون في الدار قلت لها شوفي بنتي ما غتكذبش عليا وقلت لها واش صافي فيك هذا الطبيب ما غتكذبش لا وبنتي كانت كتخرج حدا الباب كتضحك مع الدراري قلت لها بنتي ما غتكذبش عليا كون حيت حنايا عندنا في العائله كلشي حدا شي قلت لها علاش ما قالتش ود خالتي الاخر علاش ما قالتش ود خالتي الاخر وعلاش ما قالتش ولد خالي جات لولدك بالضبط وما قالتش ولدك الكبير قالت ولدك الصغير بنتي ما غتكذبش عليا والدريه صغيره باش تعرف ان هذاك الشيء كيتمسح في الحوايج وداك الشيء قلت له واش غتسطيني عيطت لواحد السيد كنعرفو كوميسيون قلت له شنو كاين وشنو كاين عاودتي ويقول لي السيد ما قدرش يدوي قال لي يا اختي قضيه بالعائله
انا ما نقدر نقول لك حتى شي حاجه. قال لي ولكن تعاولي انك الا مشيتي ديكلاريتي ربهم راه ياخذهم لك. قلت شنو هو بيا ياخذهم لك؟ قال لي ياخذ ابنتي نتسطى هي ما تبقاش تشوفيهم ومن حقه يقول لك حتى ما حافظتيش على البنت. وانا خويا نضرب عليهم تماره في الزنقه ونضرب عليهم تماره في الدار اش غندير؟ نتقطع ما عديش ما عديش شنو غندير. عيط لخالته ما كذبتش عليها. عيط لخالته قلت لها خالتي اجي عدي بغيتك تقولي مالك كنا بكي. لا اجي عدي. جات عدي قلت شوف راه عدي ما غنخبي عليك اش كاين اش كاين اش كاين اش وقع اش وقع اش وقع اش وقع. قلت لي شوف صافي الحمد لله دري مني سكتي ما تقولي لي والو اش غديري؟ اعطيه بناته اعطيه هو يشد بناته بارك عليك راه كنتي شاده عام وانت شاده الدريه قال خلص لي 1000 درهم الشهر شادهم بالعيد ما كيعرف ما شي خلي حسب شويه المسؤوليه. هذاك الشيء اللي درت. قالت لي شوفي بقات كتقول لي شوفي انت عندك وبنتك اش طرا ليها وهادي وهادشي ما عرفتش من سميتو غدا ما تغداش وقع لها شي حاجه حتى لو وقعت لها شي حاجه بسبب يكونوا عنده هو ماشي بحال كانوا عندك انت. قلت لها واخ اخويا بدر تعيشوا بناتي عرفتي راه واحد احساس واخا خويا نايا هي نوصف لك ان عندك الشعور ما نقدرش نوصفه لك. مابقيتش كنمشي للخدمه وليت كنشرب عبا اللي شربت في حياتي وليت كنشرب باش ننسى هذاك الشيء اللي وقع. خالتي هربت ولدها حلفت عليه واحد الحلفه انني كون بصح شديته في هذاك الوقت اخويا بدر كنت غنمشي للحبس. كون شديته كنت غنمشي للحبس والله اخويا بدر كنت غنمشي للحبس كنت غندير فيه نرتكب فيه جريمه ومشي الحبس عادي ومتهمنيش الود بناتي متهمنيش صافي. وليت ما كنعش اقسم بالله اخويا بدر نعس ما كنشوفوش لدرجه انني انا عمرني فكرت انا قلت لك في الاول عمرني فكرت انني نتبلى لا عمرني فكرت انني هذاك الشيء حل. توليت كنشرب باش عرفتي باش نسد هذيك الحرقه ديال بناتي انني بناتي عطيتهم البويرو ان بناتي عطيتهم البويرو. وليت كنشرب وليت كنشرب وليت كنتعاطى وليت كنتقرقب اي حاجه طرات في بالك وليت كنديرها. مبقيتش كنخلص البنكه صافي كنقول صافي غنمشي للحبس وقفوني من الخدمه وقفوني حيت قويت من لي مالادي كل خطره غاده المالادي ولا كنمشي سكرانه الخدمه خدامه مع الساعه الصباح انا غاده سكرانه ما قادراش نوقف ما قادراش نوقف قادراش يجيدو معايا شي واحد نبدا نبكي غير تقول لي نبدا نبكي ما كنصحاش اجي وليت اخويا بدر ما كنصحاش مدة 3 شهور وانا على ديك الحاله مع 10 صافي جلست من الخدمه جلست من الخدمه وليت كنخرج مع الدريات صافي وليت باغا غير ننسى باي طريقه ولكن راه عمرني غنسيت هذاك الشيء كنبغي نكذب على راسي كيعيط ليا كيقول لي بناتك ما كنتش قادره نمشي نشوف بناتي لدرجه هو اصلا ما كانش باغي يخليني نشوف بناتي كنعيط ليه كنقول له بغيت نشوف دريت احنا ما كاينينش انا هادي ديما كيتعرف عليا صافي ولا كيقولوا لي صافي خلي بنات واش قال واش غادي يحيدوا منك راه بناتك غير كبروا غيعرفوك راه غير يديروا غيعرفوك صافي اخويا. وبقيت هكا على داك الحاله وليت كنشرب وليت كنخرج وليت كنفسد حيت ما بقاش عندي مدخول جلست من الخدمه يعني ما كاينش اللي غيعطيك ما كاينش اللي غيجي يدق عليك يقول لك هاكي خاصك وليت كنبيع لحمي حيت اصلا ملي كتكوني سكرانه وسميتو انا ما غنقدرش نخلي واحد يقرب لي وانا في خلوه في كل قوايا العقليه خاصني ضروري نسى يعني ما الا اللي كتساحي راه ما نقدرش ندير شي حاجه خاصني اذا حاجه الا دار شي حاجه كتفكر كل شيء صافي. وصل العيد خرج من دارنا وليت كاري مع البنات حيت انا دارنا ما خاصهمش يعرفوني اش كندير بساتة كريت مع البنات كريت بيت مع البنات وبقيت شويه وليت كنخدم في قهاوي رجعت لديك خدمه ديال القهوة هادشي العام اللي فات في شهر 5 واحد الدري كيجي كيجلس القهوة صافي وليت كنخدم وبالليل كنمشي نشرب كنخدم في الصباح بالليل داكشي اللي صورتو كنمشي نضرب وشرب عمرني نسيت ولدك وعمرني غنسى اي حد دوزت عمرني غنساها في حياتي
انا راه يدخلوني قبري حتى هادشي عمرني ما تنقولوا لشي واحد وعمرني شي واحد عرف انا راه استاذ امي ودخلت ولدارنا بنتي لو كعلا ما غاديش نقولها لماما حتى لو واحد مرة قد تسكري انا وعيط لها وعاود لها كلشي قلت لها ما عاودش لها علي انا عاودت لها بنتي دارها ولد اختك اش دار واش دار واش دار واش دار واش دار صافي المهم هذاك الدري كيشوفني كنكون جالسه كنضر كنبدا نبكي المهم بنادم راك عارف بنادم داير غير ديز مع كيزعم عليك المهم بقيت مره كنلعبوا كنسالوا الخدمه كنبداو نلعبوا سميتو نتفقوا الدري اللي في البريسه قال لي شوف الدريه غتبقى غير تضيع راسها اش غدير ماشي هي تولي تخرج كتمشي للبيران ولاو نشدو معاها الصون اش ولينا كنسدو القهوه كنبقاو نلعبوا الرامي حتى لهذيك 12 ولا جون ولا 3 وكيوصلوني للطاعه صافي المهم الدري خدانا مرتي بقيت كنتواصل انا وياه بقيت كنتواصل انا وياه المهم عاود ما عمرني عاود شي واحد شي كل انا عاود شي حاجه كما كنقول لك نعاود هذاك الشيء اللي بغيت حيت ما كاينش تقدري حيت كتعاير كتعاودي كتعايري به اي هذيك صافي الدري بقيت كنهضر انا وياه اش باغي دير في حياتك هذه هذه واش فهمتي كتفكري الزواج لان نسيت ديك الفكره ديال الزواج ولكن زعما الا كان زعما كان شي حاجه ما معليش لا ما بقيت كنهضر انا ويا صاحبت انا ويا صافي يعني حيت من واحد خلاوه جرني من واحد البلاصه انني كنت مابقاش كنمشي نشرب حيت هو اصلا ما كيشرب ما كيدير والو النهار اللي كتزلزل عليا الدبانه وبغى نشرب يقول لها اللي تفكر انك غتمشي جي عدي ما تمشيش بقينا على داك الحال حتى العيد كبير المهم العيد كبير هو الحكم انه ساكن في المدينه ديالهم ولكن دار في مدينه اخرى في بلاد اخرى صافي مشى البلاد يعيط ممكن كنتواصلوا انا وياه السيده كتخدمه عندها في القهوه ما عرفتش انها كانت مزعوره في الدري انا اللي تصاحبت معي ولات كتقول لي راه هذيك راه كدير وكتفعل وكترك العلاقه ديالي ما بقاتش بيني وبينه مزيانه بدات هذاك الشيء داك الشيء كاع داك الشيء كنت كنعيط ليه كنقول ليه كنبدا نبكي خاصني نمشي لوحر كيجي عندي بغيت هادي كيجي عندي فهمتي غير يسمعني كنبكي في التليفون كيجي عندي كان ديال لي يا خويا بعدا فحال شي بيضه اللي خايفه تهرس بحال ماكيك واش كنت كنقول لكم نقول شوف الحمد لله ربي عوضني بولد الناس وهادي فهمتي ربي بغي يعوضني على داك الشيء زعما كان اللي ضاع مني صافي المهم بقيت انا وياه على التواصل ولات الحاله ديالو المهم ما بقاش كما كيتعامل معايا كما الاول كيجاوبني على شحال وقت اللي قال لي راسي صوني المهم انا رجعت عاوتاني كنشرب حيت انا اصلا ما قطعتش الشراب باش ما نكونش كذاب عليك اخويا بعض اه كنت كنشرب ملي كنتعصب ولا شي حاجه عندي حل واحد هو انني كنمشي نشرب علاش كنبقى نشرب شربتي كننعس وكننعس فحالاتي كنشرب خلاوتي كنسكر وكنجي ننعس فحالاتي صافي المهم تلات شهر 10 ديال هاد العام هذا المهم وقع بينا التغيير وهذا صافي ويقول لي المهم بقينا كنهضروا شويه وقال لي تزوجي بيا قلت لي اه اللي هو اللي راه المشكل واحد زعما كبناتك يا انا بناتي عاد بواف انا يعني واخا غنزوج ما غنجيش بناتي انا دوك بناتي ما غنساهمش وما تعمل حاجه المهم كنقول اللهم وكك اخويا بابا هو ما بغاوش من واحد وما بغاهمش هو ما بغاهمش حتى ماشي ما بغاهمش قال لي انا ما عنديش مشكل غير هو دارهم ما خاصهمش يعرفوني انا راني مزوجه ومطلقه وعندي الاولاد هو ملي مشى لدارهم كانت ولدت الاخت ديالو مشى للدار قالت كيدار مع الام ديالو ويقول لها راه بغيت نتزوج قالت لي نشوف لك الدريه من البلاد قال لها لا كنعرف واحد الدريه قالت لي الدريه اش كدير قال لها ما كدير والو جالسه في دارها لدرجة انه ولا كيصرف عليا جلسني من الخدمه اي حاجه بغيتها كيعطيها لي ما عندي باش نتعمى كنحل فمي كي كيحضر ويقول لها راه شنو كاين ويتنقص تقول لي لا شنو قال لها قالت لي ما تدخلش عندي للدار قال لها مزوجه ومطلقه كاين مشكل علاش اخويا بغيت نعرف علاش حنا المجتمع ديالنا كيرحم ديك المرة مطلق علاش اخويا مطلق علاش عيب علاش مطلق علاش مطلقة اها
شي نقول لك واحد الحاجه مازال مادام جبتي هذه النقطه هذه، واي مره مجوجه ومطلقه وعندها وليدات وعندها شحام حاجه وبالحكم انا الامهات والاباء تتفرجوا فيها، اي واحد تيحرم شي حاجه حرمها يعني سبحان الله الناس تيحرموا ان المراه المطلقه. اسمح لي اخويا بدر قطعتك، أرى الرسول عليه الصلاة والسلام راه العائلات كاملين كانوا مطلقات. واش بغيت نقول لك الناس تيحرموا علاش شي حاجه حلال؟ وحده جوجات جوج ما تفهموش، واخا تجوج 10 د المرات وحده مجوجه وعندها وليدات اعتبريهم بحال ولادك، في كاين المشكل. ولكن مع الاسف نقول لك واحد الحاجه اختي سمحيني نهضر من فهاد النقطه، لان هاد النقطه راه بصح راه حنا عندنا في المغرب الجهل. انا بنادم هنا فين تيكون حيوان، ما نكذبوش على الله سمحوا لي على هذه الكلمه هذه، ولكن هذا ما تيعرف في الدين، ما تيعرف في الاخلاق، ما والو. اللي تيقول ان المراه المطلقه عيب، عرف راسك انت في الجاهليه، انت واحد الانسان جاهل انك تجوج بوحده مطلقه ولا عندها وليدات ولا كلشي تيقول المراه المطلقه راه خايبه ما تسواش، وهذه عارف راك انسان جاهل وبالبصمه في الدين وفي المجتمع وفكريا وكلشي، انت واحد الانسان جاهل. اي واحد تيفكر بهذا المنطق هذا انت واحد الانسان هنا جاهل، حتى في الدين مع ربي ما تقولش انت راه عارف الدين وتنصلي وتندير، انت ما بينك تتصلي ولكن ما فيكش اخلاق المسلمين، تتصلي ولكن ما فيكش اخلاق المسلمين، انت غير بالفم مسلم بالفم ولكن بالاخلاق ديالك لا، حاشا ولله واش تكون مسلم بالاخلاق ديالك، حيت الدين ديالنا ما حرمش هادشي. الرسول عليه الصلاه والسلام ما توصلش حتى التراب درجليه، الصلاه والسلام حتى التراب، التراب شي غير نمثلوك غير نحاولوا غير بفكريا هذا الهضره اللي قلت، وكان مجوج مطلقات ولا مثلهم الراجل الارملات، وانت لله شيء تتحرم، فراك انسان جاهل. اسمحي لي قطعتك كملينا لطيف. ماشي مشكل اخويا. ويقول لي قالت لي لا، هو ماشي جا قال لي راني فتحت مع ماما الموضوع اصلا، هو من الاول قال لي اننا احنا عندنا عيب في البلاد زوج مره مطلقه وبخصوص حتى الاولاد، انا هي مثل الاولى يعني ما كان باقي بيني وبينه والو، فهمتي؟ انا قلت صافي يعني بنادم هو بغاك واللي بغاك يعني تقدر تكون الفكره تبدل، حيت انني ما غنعيش مع داركم ما غنعيش معاك في البلاد، بنادم ما يعرفنيش انا شنو كاين، فهمتي؟ وان هذا السيد راه خو، اقسم بالله خويا بدر خو لحيا، خو لحيا من دوك الناس ديال اللي كان كما كنقولوا حنا قال الله وقال راسه. المهم بقينا ديما مساكين في المصدع ديال المشاكل، صافي وليت انا مريضه ما بقيتش كنخرج، اختي عيطات لي قالت لي راه سميتو راه مريضه وهادي ويقول لها صافي انا نتعدى، وما بقاش كيجاوبني في التليفون ولا كيتهرب مني، فهمتي؟ انا تعلقت به. علاش تعلقت به اخويا باط؟ اقسم بالله الحنان ما كنتش لاقيه لقيتو فيه، لدرجه انني كنبدا نغوت، ماشي كاين اللي ضربني بالعكس كيبردني كيرد راسه، وخا نكون انا اللي غلطت كيرد راسه هو اللي غلط، عرفتي؟ واحد هادي اخي بحاجه انا كتعلق بشي واحد شي فهاد الوقت ما خاصك قلبك تاكلي، خاصك تكوني ديبه معايا، ما خاصكش تبغي نكذب عليك، ما خاصكش تبقاي تبغي شي اللي بغيتي تعيش فهاد الزمان فهاد الوقت هادي، ما كاين لا حب لا والو، كاينش الحب، بغي امك وباك ولادك فقط لا غير، اما شي واحد اخر ما كاينش. انا بداك التعامل اللي كان كيتعامل معايا هذاك الحنان اللي ما كيعطينيش فيها والديا، وزيد انني متزوج هذاك التصرف، فهمتي؟ تعلقت به انا، نقول لك بيريور صغير ولكن كان معامل معايا كنقول لك بحال شي بيبي، تعلقت به بغيته، كذب عليك اخويا بدر بغيته، كنت كنقول انا راجلي ما بغيتوش هذا السيد بصح بغيت هذا الشخص بصح بغيت، صافي هذيك. المهم تخاصمنا انا وياه، مشيت اخويا بدر بقيت كنشرب باق ما عارفاش انا الهضره اللي قال للدار انه قال لاختي اختي ما بغاش تقول عليك، مشيت بقيت كنشرب لدرجه انني غير حل لي الباب بدر اخويا غنطيح لي بين يدي، لدرجه انني قلت انا كنمشي نقلب عليه، وليت كنستغرب الشخص اللي كان هو كيقلب عليه وليت انا كنقلب عليه علاش؟
مو يعني هذيك لدرجة أنني يا أخوي بعد هذا واحد خطأ كبير أنني مشيت في الشمس سميت شنية؟ وشمس سميت واو كبر غلط بقوة قوة أن ديك الشيء مش كنت كان بغي ما كنتش نقول لك أنا نسيت وأنا ما نسيت وش دائما ما كنت عدب مكتب عليك وقسم بالله أخوي بادر أنا ما كنت نعش ما كنت نعش ما كنت نشوفوش ما كنت نغمض ديك في ساعة وضربني الفيض مهم علينا عيطت لي اختي قالت لي راها مريضة وهاتي وهاتي وليت كنرعف وكن ولي دايزة كلي بالدم قالت لي راه واقيلا راها مريضة وهاتي أخاسك تشوف تقدر تلقاها وتقدر ما تلقاهاش وبصح مرت اخويا بدر واحد الشهر مرضى خايب كان يعني كنكون جالسه كنكون تهضر معايا كندرعس كنولي كلي دم وكنغيب حتى كنفك القراصي كل مره فين صافي جا خرجنا انا ويا اختي تخيل معايا ما قادرش يشوف فيا نشوفه في العين كيشوف فيه مشينا قالي في بغيت تمشي كنقول اكثر انا احسن مكان عندي هو البحر بغيتي تاكلي ما بغيت ناكل ما بغيتش القهوه ديال حدا معاه وش جلسنا بقينا كنهضروا المهم اختي قالت لي اجي نهضر انا وليك تحكي على جاتي اختي بقاو كيهضروا المهم انا بقيت كنهضر مع واحد الدري صاحب وكيقول لي خويا بقيت كنقول لي قالت لي ما مالوش بدل عليا شنو كان كيقول لي اختي راه عندهم مشاكل وراه كيعارفه والخدمه قليله وهادي حيت هو كيبيع ويشري الخدمه قليله وهادي وراكي عارفه الظروف وهادي هادي صافي انا حتى قلت وهي مشينا للدار جالس يومين ما عرفتش كنت كن انا اختي كنهضر انا وياها واش قال لي نويله واش قال لي سيري الله يهديك سيري الله يهديك اش كدتي لك ديري فيه سيري ديري مستقبلك قالت لي داك الشخص ما غيتزوجش بك علاش ناوى قلت لها شكون اللي قال لك راه هو اللي قال لي تزوج بيا راه ماشي انا اللي قلت لي نتزوج بك واش قال لي اختك انا صغر منك الحب انا اختي صغر مني قلت لها اه وهي تقول لي يا ويش تاني قرأت الميساج سكرينت يا ميساج بينه وبينه قال لها أنا عمرني غنتزوج بها عمرني غنتزوج بها ولو زعما كنت نتزوج بها ظهرنا راه ما يبغيوش مرة مزوجة ومطلقة بخصوص عندها ثلاثة البنات هذيك الكلمة خويا بدر دمرتني دمرتني تخيل معايا هذيك الميساج قريته أكثر من ألف مرة عشان قريته أكثر من ألف مرة أخويا بدر قريته أكثر من ألف مرة لدرجة قلت لأختي قلت لأختي إيش نقول لك إيش نديرو أنا قلت لها لا ترى داوي ما بغيتش ندخلها في دماغي ما بغيتش هذيك الفكرة ندخلها لدماغي أن هاد الشيء راه كاين ما بغيتش ندخلها في دماغي كنقول أختي لا لا كان معصب قال لك هكا ويلي راه هو كيبغيني كتشوفي كيجي عندي حدا الباب فهمتي مرت وانا نقول عاش غادي ديري جالسين انا وياها في الدار وانا نقول عاش غادي ديري بغيت نجرب نشوف اشوف واش غيتبدل عيطات لي قلت لها جاتني ميساج وقولي لي راه مت اجي بالجواب اخويا بدر الله يرحمها ما هز تليفون واش يتأكد ولا واش بصح ولا اختي والله يرحم الله يجعل المغفر الله يرحمه ويغفر له قالت لي تأكدتي قالت لي بقى شي حاجة بغيت تأكدي منها فشلت عرفت يا اخويا فشلت قيت قادرة لدرجة انني سيمانة ما كنا ناكلش ناكل ما كنا ناكل ياس كنا ناكلش صافي كنقول كلش كنقول ليش كنرد النوم راسي كنقول انا اش درت اش درت انا اش ذنبي توصلت لي هادشي اش ذنبي انا اش درت في الحياه علاش ماني مطلقه انا مالي اش ذنبي وبصح اخويا انا اش ذنبي لا انا مختار انا خسرت هاد الحياه هادي انا خسرت هادشي كلشي انا باغيه واش انا راضيه على الحياه اللي فيها ما راضيش عليها واش انا اختارت هاد الطريق ولا اختارت انني وقع ليا ولا اختارت انني غنتزوج وزويت غيخرج وكا ما اختاريتوش اي حاجه من مكتب ديال الله عادي اول قلت لي كي شوف راه عندك خواتاتك دابا اختك انت الى طلقت قال لي المطلقه خاصها ياخذها المطلق
انا ما كنتش مطلقه خاصك تاخذي شي واحد اللي مطلق ما تاخذيش واحد عذري. اش فيها؟ علاش علاش هادشي؟ علاش حنا المجتمع ديالنا ما كيرحمش ما كيرحمناش؟ وانا لدرجه انني انا باقا صغيره اخويا راه يلاه عندي 27 عام بالعكس راه ماشي شي واحد اللي شاربه ولدنا الحمد لله غنقول لك علاش الحمد لله الحمد لله لان ربي بين لك واحد الانسان جاهل واحد الانسان ما بان من الاول غنقول لك واحد الحاجه امنت بها لقيت انني بنيت نقول لك واحد الحاجه تعلمت في هاد الزمان هذا اللي تيبغيك ما تيبغيكش على ود شكلك ولا على ود لاطي ديالك ولا وما تيبغيش غير الزوين اللي فيك تيبغيك كيما انت بخيبك هو الاول عاد زوين اللي فيك تيبقى معك حتى الاخر تيتحدى العالم تيتحدى نفسه وعائلته وكل شيء على قبلك مادام بغاك واللي تيبغيك ألوبنا ما تنقص منك حيت عندك جوج وليدات بالعكس تيشوفك باللي احسن وحده في عيني هاد الانسان بان من الاول كل شيء تيكون في الوقت في الاول زوين كل شيء تيبغي يبين لك بان تعلمتها من فضل البرنامج وتعلمتها في حياتي ومشاكلي وتعلمتها مع الناس والتجارب تعلمت كاع الناس يكونوا ملاك في الاول يوقفوا في جنبك وهذاك الانسان المثاليين ولكن في اول مشكل تيهرب ماشي تيمشي تيهرب وتيخترق لك الف عذر لا حكا والظروف والزمان والوقيته والعائله لا ما تغريش بداك الكلام ديال الاول نهار نكونوا مع شي انسان نكونوا مع شي انسان ولا مع شي شخص ولا اي حاجه اي مثال في الدنيا قول لي اجي انت نوقعوا في المشاكل عاد قول لي واش انت بصح داك الانسان اللي تستحق ولا لا المشاكل هما اللي تيبينوا الواحد على حقيقته عمرك تثق في شي انسان في الاول كل شيء تيكون مالك ولكن فاش تطيحي في مشكل كيفاش غيتصرف تما فين غتعرفي واش هاد الانسان يستحق ولا لا الله اخويا الحمد لله بالعكس تعلمت انك طيحي وتنزلي بوحدك ما كيعقل عليك الاخوت آه. من غير والديك ومن بعد المرات حتى الوالدين تعلمت في هذا البرنامج شوف بزاف اختي تعلمت نزيدك واحد الحاجه اخرى والوالدين براسهم ماشي ديما تيصدقوا ماشي ديما بعض المرات انا في هذا البرنامج 90% اختي ديال هذا البرنامج هذا اللي تتسمعي فيه وتتفرجي فيه 90% من المشاكل اللي دازوا معايا وما السبب هما الوالدين والتربيه ديال الوالدين والانانيه ديال الوالدين شي تقريبا مئات الالاف ديال القصص تقريبا 8 سنوات وانا تندير في لي لايف وتنسمع الالاف ديال القصص سبب الوالدين 90% من المشاكل اللي دازوا معايا سببهم الوالدين تربيتهم وانانيتهم والجبروت ديالهم والتسلط ديالهم والحقره ديالهم وهذاك انا ولدتك غندير فيك اللي بغيت وما نسمعكش وما نعطيكش فرصه تهضر وما نعطيكش حتى شي فين تنفس حيت انا اللي تنحكم وانا اللي تنقرر وانا اللي بيدي كل شيء وانا اللي تنقرر كل شيء وانا اللي تنفهم في كل شيء هما السبب بينما الدين ديالنا ما قالناش هكا وبينما الاسلام ديالنا ما قالناش هكا قلنا ما تقتلوش الناس وما حيين وقتل النفس قتل النفس ما تيعنيش بان واحد نخشي فيه موس ونخرج ليه روحه لا قتل النفس راه تعني انني نحيد ليه الفرحه من حياته شحال من اب متسلط حيد الفرحه لولاده مكتبة الانانيه اللي فيه شحال لطيفه قولي الحمد لله الحمد لله ما تجوزتيش وما درتيش نفس الخطا وولدتي شي جوج اخرين
وعاد بان لك حقيقته. وانا درت خطا كبار من الوقت. نعم شنو؟ انني بدات جيت لمدينه اخرى بلاد اخرى وندمت على الزيت. المهم خديت القرار في وقت الغضب منين سمعت هذيك الهضره وهذا صافي قررت انني حيت الى اقسم بالله هذه الهضره ما عرفت كيفاش نخرجها. انني وليت كنشرب كنمشي عادو حيت ما قدرتش خلوها حقلي كيقول هضر وقلبك كيقول هضر. لدرجة انني اخويا باضا اقول لك هاد كلمة افضلك مشيت وليت كنعس حدا باب دارو. لدرجة انه غيحل الباب وغيتخطاني وغيخرج. هاديك هي اللي زادت كنقول لك فشلتني. فقت الصباح كنقول ماني اش ناقصني ايد ولا رجل ماني جلست شوكا مع المرايا كنهضر مع المرايا اش ناقصك مالكي الحمد لله عندي حق مزين الحمد لله ما معي حتى شي حاجه عندي دراعي صافي. مشيت عند الام ديالي قلت ليها ماما قالت لي نهار قلت لها بغيت نسافر قالت لي فين دابا غنمشي للخليج الخليج هادي جيت لدولة الخليج بالضبط انني كاينه في امارات قلت لها بغيت نمشي قالت لي ماما متأكدة قلت لها قالت لي قرار لا رجعتها فيك لا قلت لها غتهزي لي كريدي من البنكة باش نمشي قالت لي لا مناش الكريدي انا غنعطيك باش تمشي قلت لها صافي تواصلت مع واحد السيد في التليفون انه ولا طلع نصاب عرفتي يا اخويا راه ما عنديش الزهر لدرجة اني كنقول لك ما عنديش الزهر الحمد لله شوف رغم داكشي كنقول دابا ربي ما عرفت اشنو مخبي لي من هنا غدا الدو التفاؤل اللي باقي شاده بيه دابا انا كنقول ما عرفتش ربي اش مكتب لي من هنا غدا. المهم تواصلت مع واحد السيد انه مشهور على الدباج في تيك توك في انستغرام تواصلت معاه قال لي تعطيني 10000 درهم قلت لي غنصيفط لك 5000 درهم غتصيفط لي الفيزا ديالي غنزيد لك 5000 درهم قال لي مرحبا خرج لي الفيزا في يومين كانت اصلا على اساس انا غتخرج ليا في نهار وكنت ما صيفطش لي الباسبور بي دي اف وعاود صيفطوا لي خرجت لي نهار ثاني ذكرى مولد النبي خرجت لي مهم صيفط لي 5000 درهم الاخر كان صوني لي واخويا طياره واخويا حوك الطياره غاليه طياره غاليه طياره غاليه طياره غاليه لي عادش غادي ديري قالت لي عشرين يوم لا سيمانه وتوفى لي البي ديالي الفيزا حيت الفيزا خارج المغرب كتضرب لك شهرين عندك مده ديال شهرين باش تخرجي على دخلي البلاد اللي بغيتي كنشوف فيزا بقى نهار 23 غتسالي انا نهار 17 كنصوني لي كنقول لي نهار 16 في الشهر كنصوني لي كنقول لي ما درتش مابقاش كيجاوبني تجاوب مابقاش كيجاوبني قلت اش غادي ديري قطعي هو قال لي انا اصلا نطلع على حساب ان كاين هنا قهوه طالبين البنات قال لي غادي كاين ساكن وكاين كلشي يعني ما غتخرجي لا ساكن لا والو قال لي انت صبري راه السيد باقي كل ديما السيد باقي ما فتحش الكافي راه انت ما عندكش فين تكرسي المهم كيختار لك اعضاء وانا معيط لك تيشوف راه الفيزا راه بقى لا والو غتسالي غنولي انا ضايعه خلوا انا بهادئ لبنانك ويري اش غديري حل واحد اللي غندير معاك غتقطعي انت من المغرب ومن تجي هنا انا راه فلوس كنعطيهم لك ونأجر لك بهم اش غادي دير حيت انا ما كنعرف حتى واحد هنا كيكري ليا بهم عاد قال لي ما بغيتيش تصبري والسيد راه باقي ما حلش الكافي وهادي كي ماشي مشكل صافي ما عديتش فلوس نخلص الطيار ماما عطاتني 10000 درهم غامرات معايا صافي ماما شافتني كنطمر قالت اللهم نخوي ماما عرفتني وليت كنشرب حيت جوج مرات مشيت لعند الدار سكريان شميت فيا الريح ماما شافت بنتها غادا خلاو قالت الله ما تحيدني جيت عند بابا جلست قلت لي بابا انا فهمتي بابا بغيت ندوي معاه قال لي اها قلت لي بغيت ويبي شنو انا الفيزا خارجه ليا وما خبرت حتى واحد من غير ماما حتى واحد ما قالهالي والدري اللي كان خدام معاه صافي هذيك قلت لبابا راه عندي واحد الفيزا خرجت ليا وهذا انا ما عرفتش لا ماما اللي عطاتي لا والو كان واحد الفيزا خرجت ليا خاصني باش نقطع الطياره قال لي شحال خاصك باش تقطع الطياره قلت بابا خاصني 5500 درهم قال لي شحال بغيتي قلت لي بابا 10000 درهم باش نقام ندي معاه
اقسم بالله اول مره بابا ما غيرتش لي شي طالب، وعمرني اصلا قلت لي انني ان اخواتي تتعجبوا. قال لي انت بغيتي تقطعي؟ قلت لي بابا بغيت نقطع. اثنين عطاني نقطع، غدا عطاني نقطع. قال لي واخا. اثنين مشيت قطعت. الخميس كانت عندي الطياره، هو ما ينسق صف الخبر انني غادي. قال لهم ما يمكنش تمشي، ما غتمشيش، وحده اللي كتجي عندك تقلب عليا وكتدير كتدير كتدير، ما يمكنش تمشي. قلت لهم صافي اوكي ما غنمشيش. مشيت عند الدري اللي كنت خدامه معاه، حيت انه صراحه مصرف فيا غير الخير. مشيت تواعدت معاه اليوم وغدا غنقطع الطياره، مشيت عندو تواعدت معاه نقطع الطياره. قلت له انت راه غدا غنمشي وهذا. اقسم بالله ان الدراري اللي كنت كنجلس معاهم في القهوه كلشي كيتباكى عليا، كل شيء بقوه ان عندك التصرف اللي كنتصرف معاهم، وهذا كيقولوا لي غير اختي والفرده ديالي كل شيء انا هذه زعما. صافي اخويا تواعدت مع بناتي، شفت بناتي تواعدت معاهم، جايه فرحانه جايه فرحانه، وكوني واحد الامل انني قلت شوف كنت واخده واحد القرار اخويا بدر، قلت انفو انني غنخرج من المغرب غننسى شي حاجه سميتها الشراب، غننسى فهمتي. صافي انا جيت غنحط رجلي غنبدا حياه جديده صفحه بيضاء، كلشي غننسى في المغرب. اول مفاجاه الكبرى اللي كانت عندي انني منين وصلت بقى السيد كيتواصل معايا تليفون. صافي وانا غنبقى في المطار وانا اجرتك وانا هادشي كلشي. صافي اخويا المطار مع 3 الصباح، حيت حنا وياكم حنا المغرب وهنا فوتي 3 الصوايع. منين وصلت المطار السيد كان صوني لي ما كيجاوبنيش. هنا خاصك تخدمي الفي بي ان باش يخدم لك الواتساب، انا واحد الابليكاسيون باش يخدم الواتساب حيت ما تقدريش تهضري ابل. بقيت جالسة في المطار ما عرفت فين غنمشي. هو انا نلقى مسافت ليا ميساج، خدمت لي الدري واحد الدري في المطار في بي ان، لقيته مسافت ليا لوكيشن ومسافت ليا واحد الرقم، قال لي هاد الناس هما اللي اجرتك عندهم سير عندهم جلسي بما حلت بما قديتش الاوضاع ديالك وانا غنجي عندك. هذاك الشيء اللي كان انايا مع النمره انا عطاوها ليا في المطار، ما بغاش تخدم ليا مع لونغلي كيصيفط لي ميساج لونغلي، انا ما عارفاش شنو كيصيفط لي، راه خاصني الاكتيفي هذيك النمره بلا دات ديال العام ديالي باش كتبقى سميتك. هنا ماشي بحال المغرب، انا اي واحد عنده النمره الا بغيتي تمشي تاخذيها كتاخذها اما بالاي دي ديالك ولا الباسبور، حيت الا وقعت شي حاجه كيجيو لك نيشان. صافي هذيك عيطت لواحد الدرية صاحبتي كتكون في الرباط، قلت لها شوفي انا راه شوق عليا شوق عليا شوق عليا شوق عليا هانتي، حيت انا عارفه اختها حتى هنا كتكون في دبي. قلت لها هانتي صوني لاختك وقول لها تصوني لي هاد النمره، تقول لهم انا في المطار انا ما عارفاش منين غندخل ولا منين غنخرج، ما عارفاش راه غنخرج ما عارفاش غنمشي. هي هذيك تخيل معايا اقسم بالله خويا بدر، انا كاين واحد الصاد ما نقولش لك عليه. النهار اللي غنزل شخيت من السماء شخيت من السماء، عيطت هذاك عيطت لها ماما تقول لي السيدة لا دوا معايا الدري. قال لي لا اختي انا ما اجرش عندنا، انا عارف واحد الدريه طالعه من المغرب نهار الخميس، على الاساس انا غنديبانيوك بما وقفتي على رجلك. قلت لي اش كتقول؟ بحال ضربني جوج طرشات. قلت لي انا راه عاطيه فلوسي وانا مسيطره لي فلوس وانا هادي. وقلت لها ومديش كنقول لك لا انا جالسه بحال اطرش في الزفه. قلت لها ومديش كنبكي. وفيها انت يا اختي تسناي احنا غنجيو نديوك. انا ملي كنت طالعه من المغرب بابا عطاني 5500 درهم باش تقطع الطياره، وعطاني السينافري، هذيك السينافري عطاها لي اورو، جيت هنا صرفتها حيت عندنا حنايا الدرهم ديالنا حنا طايحين بزاف ما ساوي فلوسنا والو. هذاك السينافري اللي صرفت يلا عطاتني 900 درهم اماراتيه. مهم الدريه اللي كتواصل معايا في الرباط قلت لها شنو كاين؟ قالت لي شوفي انا مرتاحيت وجوي شوفي باسبورك خبي، فلوسك خبيهم، بيني النص وخبي النص ما تبينيش كل شيء. شوفي عندك كتوصي فيا بحال حسيت. مهم بقيت كنتسنى حتى الربعة ونص ديال الصباح، وانا كنتسنى في الباطا مع طالعه الخامس كيأدى الفجر. جاو عندي اين فوركات معاهم هذاك الراجل مخسر واحد خسارة، هما بجوج مغارب خسر واحد خسارة من وجهه ما نعاودش لك. انا شفت فشلت. هي هذيك تقول لي عطي عطي صرف لك وانا ندور عندها. فكرت صاحبتي قالت لي انا اختي ما جايبه معايا والو، وريتها 300 درهم اماراتيه، 300 درهم اماراتيه ساويه عندنا حنا قول ضربها بجوج المرات ونص. قلت لها اختي
قلت لها انا ما عندي ما نعطيه، قلت لها انا اصلا جايه معوله عليه، انا ما جايبه معايا لا فلوس لا والو. ويا باش تخلصي الدريول الدرايفر، حنا عندنا في المغرب ما كيقولوا لي الدريول، حنا راجينا نجيبوك، حنا راه خلصي الدريول. انا بالنسبه لي حتى فلوس من حيت انا ما عارفاش، خاصني نورمالمون دابا منين عرفت خاصني نعطيها 100 درهم. حتى جات 300 درهم اماراتيه، 300 درهم قلت لها 800 درهم مغربيه. هي هذيك وصلت للدار، تخيل معايا خويا بدر قول انني اش كنسمع اش كيوقع هنا والدريات اللي كيتوكلوا الدري، فهمتي راك عارف. يعني انا ملي كنت جايه حاجه واحده اللي وصاني بابا قال شوف بنيتي انا ما نقول لك لا عطيني انا سيري هزي غير راسك، حنا الا مشيتي هزيتي راسك هذاك هو الربح. حاجه بنتي ما عرفتي راسك اش كتاكلي اش كدير، هادشي اللي غنوصيك، هادشي قريبه بلا غنوصيك. قالت لي هذيك الهضره هو ماما بين عينيا، دخلت حطيت شوانطي جلست انا كنبكي. هي كنت تصبر فيها، هي من هذوك الناس اللي خايبين فهمتيني بلا ما نحتاج نوضح. باينه هذوك اللي باينين من الطياره باينه. جلست وانا كنبكي تقول لي الماكله ما قديتش ناكل، قرعت الماء عطاتها لي درت نشوفها واش محلوله ولا محلولاش، باش زعما كنت داكين فيها شي براش. قال لي راسي كذب عليك صافي. وتقول لي عاودي ليا، بديت كنعاود لها قلت لها هادشي وانا نسمع الاوديوات والميساجات بيني وبينه، واش قال لي هاد الهضره بنتي ما من اول. قلت لها انت جلسي بما قديتي عوضاك وهذا، وانا نقص انا شاش. قال لي شوف انا وانا نقول شي انا اي بلاصه كنمشي لها راه ماما عارفيني دارنا فين كنمشي راه كنصيفط لهم. قلت لهم انا شي هذاك اللي راه نصب عليه فلوس، قلت لها انا راه غنجبدو. قلت لهم انا كنعرف الناس هنا خدامين في المخابرات، انا راه ما كنعرف والو، انا راه كنهضر باش ما يديروا لي والو فهمتي. المهم السيده ناضت عند راجلها ما عرفتش قالت ليه، رجعت عندي هي تقول لي شوفي انا راه عندي ما نخبي عليك، حيت انا عطيت هضره قاصحه فهمتي، ما بينتش لي انا خايفه وانا كان انا في الداخل ديالي اخويا بدر راه الارض ما قادراش نحط رجلي على الارض بقوه الخلع اللي فيا. حيت شي مازال انا ملي كنت في المغرب نقدر نمشي عند صاحبتي تقدري تمشي تدخل مع دارنا تمشي فهمتي، ماشي بحال هنا. هنا راه ما كاينش اللي قال عليك واخا من هنا اللي يشوفك كتموت، مع البوليس كيقول لك الا شتي شي واحد كتموت ما تعاونوش، الشرطه هنا كيقول لك شتي واحد ما انت ما تبدل ما كاينش. صافي انا فيا الخلع كنترحت كنبكي صافي هذيك. وهي تقول لي شوف انا راه ما عندي ما نخبي عليك، انا راه كنطلع البنات اللي كنطلعهم بغيتي تجلسي. وانا نقول لها شوفي انا كون بغيتي داك الشيء انا من المغرب غنقلب على وحده كاينه هنا هي غتطلعني وتخلص لي الطياره وتخلص لي البي وكلشي، حتى انا راه جاي خاسره دابا 2 مليون باش طالع. وهي تقول لي وي تعطيني تسند الفوكالات ديال الاخر اللي مطلعني. قال لي شوف هي واحد الدريه طالعه من المغرب، هذا شي واحد مشهور قلتي ليا ولا بغيت نقول سميتو ما عنديش مشكل نقوليها باش الناس يديروا اتونسيون. ميتو خليل مرنيسي كلشي يطلع يدخل عنده التيك توك، عنده التيك توك والانستغرام والفيسبوك في خليل المرنيسي. هاد السيد كينصب على عباد الله، ولدرجه انني ملي كنت انا في المطار ملي غادي تدخلوا الباج غتلقى واحد الفيديو انا قال لي ديري بين التيكي ديالك وما تقوليش راه جايه الامارات، قولي راه غادا اوروبا، حيت صافي سالا نصيب من الامارات دول الخارج دابا بغي نصب على الناس، حيت عارفين حنا المغاربه ديالنا مضروبين على الحريق على اوروبا، دابا بغي يبدا ينصب على الدراري بالفيزا ديال اوروبا. هذاك راه نصاب كبير، هو اللي نصب عليا دا ليا فلوسي خلاني من نهاري ما عنديش فين نمشي. هذيك وينقز ويقول لي هاد خليل هذا مصيفط لهاد السيد اللي مشيت عنده، قال لي راه واحد الدريه غادي تدخل غادي المغرب نهار الخميس، راه ونقز هذا ويقول لك ماشي شارفه فحد ديال هذاك النهار، ويقول لي لا الدريه راه باقا صغيره يلاه عندها 27 عام باقي فيها ما يدير. هكا هاد الاوديوات سمعتهم عند السيده سمعتهم ليا، وانا نقول لها اختي انا ما بغيتش هذاك الشيء، قلت لها انا جايه باغا نخدم على بناتي باغا نجبدهم بدراعي، دابا عليك اخويا بدر انا باغا نجيت هنا باغاش هذاك الشيء انا ما باغاش وما كنفكرش فيه، باغا جبدهم. انا قلت انا كلم انا ندخل نضرب الجفاف نخدم غير كساله في الحمام وما تهمنيش، والله خويا بدر ما يهمني اقسم بالله، علاش حيت انا باغا علاش انا
واخا شي بناتي راه تباهم. انا واحد بنتي وحده خرج لي من البريفي الكبيره ودخل لي المخزن والدريه الصغيره انا مخل انا اللي كنخلص ليها المدرسه. يعني انا بناتي باغا نوصلهم واحد المواصل اللي ما وصلتش ليهم انا، باغا نعوضهم هذا الوقت اللي ما يمكنش معايا هما، بغيت نعوضهم ما بغاش نعوضهم بحرام، بغيت نعوضهم فلوس حلال باش تربي خرج لي فيهم داكشي اللي كنتمنى. صافي هادي وانا نقول اختي سمحي ليا ما عنديش فين نمشي. عيط لصاحبتي تخيل معايا ما نعسش خويا بدر البوزي ما حليتوش باسبوري درتو درتو خلاوه في صدري هذيك 500 درهم بقات عندي 600 درهم غشيت حتى هي في صدري. قلت لها حاجه وحده حيت حنا هنا الشارجو ماشي بحال بحال تعطينا الشارجو باش ما يطفاش ليا التليفون. نبكي 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 عيط لماما اي حاجه كنديرها كنعيط لماما. قالت لها قلت لها شوق عليا شوق عليا شوق عليا شوق عليا شوق عليا كلشي ما نعسوش انا ما نعسوش وما ما نعسوش كلشي كي خواتاتي كلشي كيقلب عليا على شي حل. عيط للدريه اللي كنعرف في الرباط وانا نعاود لك راه شوقا شنو وقع راه جابني عند وحده اش بغات راكي عارفه وهادي وهادي هادي. قالت لي شوفي انا غنشوف لك واحد الدري هو خنتي كاين حيت اختها هنايا هنا حنا حنا ماشي بحال المغرب ماشي الكاريبي الدخري مع صاحبتك هنا كاينين السريرات ناموسيه ما تقدريش تجيبي شي وحده تجلس معاك في السرير سرير تكري راسك جبتي وحده تكري سرير هنا سرير هنا سرير ديال القليل القليل ديال 500 درهم تمراتيه يا 30 فريال مغربيه اللي داير سرير حاجتك الطواليت اللي بغيتي تدخلي عليها كتشدي عليها السرير. المهم علينا مشيت لعند الدري حيت هنا بحال انا ديك الساعه كنت في عجمان ومن عجمان مشيت للعين خرجت من عند السيده ما عارفاش فين غنمشي الفلوس ما عارفاهمش عادي اول مره ما غنعرف لا فلوس ما عارفاش شنو الفلوس فلوس ما عارفه شنو هي هادي شنو هي هادي فهمتي صافي شديت الباص شديت هما هنا في الطوبيس كيقولوا لي الباص شديت الباص وفي الباص عشان شديت باص اخر باش ينقلني من المدينه مدينة باش نمشي عند ديك السيد مشيت عند الدري جلست معاه الدري ولا كيغير مني خدمت علاش حيت انا من نهار اللي جيت قال لي ارتاحي لك واحد السيمانه وغادي تقلب على خدمه انا يلا جيت الغد لين قلت لها نمشي نقلب على خدمه ويقول لي ما فهمتكش باغا تطيري انا ماشي باغا نطير الفيزا فيها شهرين راه قال لك الوقت بحالو بحال الصيف الا ما قطعتيش هو يقطعك يعني شهرين غمضها سده الا ما درت والو راه مشات لي الفيزا خاصني نخرج ما عنديش باش نخرج الا ما خرج خاصني نجدد الا ما لقيتش لي صايبه اقامه خاصني ندير جديد باش غنجيب جديد باش نجدد يعني ما عنديش الحل يعني ضروري خاصني نخدم وانا الوقت اللي جيت فيها حيت انا جيت الشهر اللي فات دابا كملت شهر البارح كملت شهر انا جيت فيها التحريات هنا ممنوع عليك تخدمي بفيزا خاصك ضروري تكون عندك اقامه الا قاو عند الا خدمتي في شي بلاصه لقاوك فيزا كتضربي فيها الحبس وكيصفروك فهاد التصفير والحبس اكثريا ما لقيتش لقيت واحد الكوفي هنا عندهم قهاوي ماشي بحالنا في المغرب هنا كاع القهاوي فيهم الشيشه كاع القهاوي هنا فيهم الشيشه قليل اللي كتكون ما فيها الشيشه مشيت نخدم مشيت نخدم يلا ضربت خلصت لي عطيتو 500 درهم الدري اللي مشيت جلست معاه عطيتو 500 درهم باش نجلس معاه يعني بحال قال الدري صاحبتي غنأجر ليها سرير او ما كاين لا سرير لا والو ما نتا كن بانطا خويا بدر كن داكشي ديال الحبس ما نتا كن تغطى كنعس في الارض ما نتا كنفرشها نصها ونصها كنتغطى بيه وزرق الزيت وليت كناكل وجبه في النهار غير ما تبقى لطيف يكون باختصار حيت كاين اللي غادي يمشي يخدم غدا الصباح هما صيفطوا لك الواتساب راه باغي يمشي يخدم ما بغاش يفرقوا القصه ديالك صافي خويا انا لدابا راني باقا ملاوطه كان وليت عاوتاني رجعت كنصرب حيت ما خدامه لا والو شداني دابا واحد الدريه ما لقاش خدمه وليت كنندم راسي كنقول اجابني كون بقيتها في المغرب اللي كيقول لك اخويا الغربه زعما سهله الغربه ما سهلاش صعيبه بزاف كان الناس اللي كيسمعوني عمر الواحد يصحح خطأ بخطأ اقسم بالله عمرك تصحي خاطئ بخاطئ واللي عدوا ديك الفكره ديال ان يجي الخليج راه الخليج فيها الفلوس راه ما كاينش انا يعني انا ما خدمتيش كاين جوج حوايج يا تخدمي يا تفسدي ما كاينش هذيك العقليه ديال حكام نشد سعودي نشد اماراتي يصرف عليا داكشي ما بقاش مشى
انا عندك جوج حوايجات خدمي تفسدي، وانا ديك الطريقه اخويا بدر ما باغيهاش وما غنديرهاش. وشوف اما كنعش وكل ليله كنبدا كنبكي وكنقول كنجلس في البارك، قلت دابا انا جالسه في البارك قلت لك قبيله جالسه في البارك كنجلس وكندعي كنقول لي يا ربي راني ما باغاش نمشي هذاك الطريق. كنكون واخا رغم انني كنكون سكرانه وما عاقلاش كنقول لي يا ربي تعفو عليا ويا ربي انا ما باغاش نمشي هذاك الطريق. وبصح اخويا بدر اقسم بالله ما باغاش نمشي هذاك الطريق، انا باغا نخدم وباغا ندير علاش نرجع باغا نعوض بناتي. والاولى الاخرى كنقول اللي دارها ربي اللي كاين اللي فيها الخير الله ياتيه. يا لطيفه اش نقول لك، موقف قصه ومشينا مع صراحه شان ما عمر شي واحد في راسك عمر شي واحد زمانه فيها القصه فيها شحال فيها دابا مش وصلنا دابا ساعتين ياك ساعتين و وشحال و 12 دقيقه هيك احنا عندنا الصوم ديال الصباح انا كنت معاك مع الربع. لا اللي عاود القصه ديالو في ساعتين و 12 دقيقه اول مره شو هادي دي زمانة في 12 ساعتين و 12 دقيقة على مدنيا كأكثر واحدة القصة. أنا كان نقوة أن الناس كيسمعوني عمرك تسمحي في حقك خطأ الواحد اللي درت أنني سكت نوب الأولى ونوب الثاني ومني كنت كنا كل عصا كنت كنسكت. عمرك تسمحي في حقك حيت كتبقاي ديما ضعيفة، الشي اللي دار فيها شي حاجة ناخد حقي. شي في هذا الوقت اخويا بابا ما تسامحيش بحقك، ما تكونيش ضعيفه. انا ضعيفه ولكن شي دابا انا دوز دابا شهر كل نهار كنتعلم درس انا جيت دابا شهر وتعلمت فيه بزاف د الحوايج. شي في هذا الوقت ما تقولش عندي صحابات، ما تقولش عندي العائله، ما تقوليش عولي على راسك. وبنادم يحيد فكر انه يجي شي الا ما كنتيش جاي مسوقره من المغرب على الخدمه ما تجيش غد تبهدلي اي دوروبك الديار. برافو. شي البلاد فيها الديار بزاف، شفت شي حوايج اخويا بزاف. اش نقول لك لطيفه؟ المهم اخويا ما نطولش عليكم. بلاكس لطيفه نورتينا، كنتمنى المره الجايه مني غنعيط لك غنعيط لك ونقول لك يا بدر الاوضاع ديالي تحسنوا وراني خدامه وراني ما بقيتش كنشرب. غنقول لك واحد الحاجه قبل ما نقطعوا قبل ما تمشي، عرفتي اللي ذكي فينا هو فاش تيطيح تينوض وتينوض في مره ما تيبقاش غادي، وفاش تيغلط ما تيعاودش نفس الخطا. ونهار تيبغي يبدل واحد حياته تيبدا من العنوان، تيبدا من العنوان تيبدل حياته تيقلب الصفحه. سمعتيني؟ ماشي تيكمل على القصه، تيبدا كل شيء من الزيرو. انت وصلتي مشيتي لديك البلاد فقرري انك تبداي حياه جديده. الشراب وهادشي كامل اللي دوزتيه هو خاصو يتمحى كانه عمره كان. ونهار ترجعي لهاد البلاد هادي وتحطي رجليك قال لك واحد نهار قال لك ما عمرك غتفريه يخليني ندم على النهار اللي قالها. والله كنتمنى ما تضيعيش حياتك. انا شوف الحمد لله اسمع قطعتك على اسمح لي بزاف قطعتك. شوف الحمد لله انا مسخوطه والديا كنهضر مع والديا با وما كيدعوا معايا دعوات زوينين الحمد لله. هذا اول حاجه والله مسخوطه، هذوك الدعوات هما اللي كيزيدوا يشجعوني. وثاني حاجه لقيت واحد الباب صغير واحد السيد تعرفت عليه انا ما كنعرفوش وهو عمرو شافني غير صديق ديالي في المغرب توقع عيط لي قال لي روح الدريره جات تما. السيد كيقلب معايا على خدمة ديال معايا اكثر من جدو دابا انا يومين وانا كنمشي ندير هذا لوتروتيا حيت انا خاصك لونغلي حتاثر في الغالب اذا خدمت غنخدم اما في كافي ولا في صالون ولا شي حاجه. انني كنت قاعده باش نديرها وانه مسكين قال لي الا سالتك الفيزا انا ما خدمتيش انا نجددها لك الحمد لله. وانا هادشي كنقول ربي راه ولكن مازال خاصك تقطعي. شوف اذ يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا فقطعي هذاك الشرع. هذاك الشيء ديالك قطعي هذاك الشرع. والله كما قلت لك اخويا بدر انا ملي جيت هنا انني قلت عمرني باقي غنشرب، ولكن ملي جيت هنا كنشوف تنصب عليا وبزاف د الحوايج زادوا دمروني لدرجه انني واحد النهار شربت وليت كنقول لهم ديوني للسفاره يصفروني صافي رجعت على ديال بلادي. ربي فاش يبغي يبدل لك خاص فاش يبغيك باش انك تبدل
تيدوزك من شي مرحله صعيبه وتبتي لربي بانك باغا تبقى الحمد لله قطعي قطعي وبدا حياه جديده وربي ما غيخيبكش نصيحه يا. عمرك تقرب لديك الطريق واخا ما نعرف شنو يعطيوك لا تبيعي لحمك لا شرا دازو معايا المئات الالاف ديال القصص ولو تكون عندك الدنيا عمرك ما غتكوني مرتاح فنصيحه قليل شي حاجه قليله ولكن كرامتك فوق اي اعتبار ولا عندك الدنيا وما عندكش قيمه نفسك نتمنى كما قلتي واحد الكلمه زوينه نتمنى الاتصال الجاي تعيطي لي ولقى لطيفه وحده اخرى تقولي واش عقلتي عليا انا اللي فلانه وفلانه وفلانه هذا واحد مني انني اول شخص غادي يعرف بشنو كان هو انت يا خويا بابا شرف ليا وعد الحر دين عليك هو دين عليك هو دين عليك حتى يوم القيامه انا ننتظرك تعيطي ولكن نتمنى تعيطي لي واحد اخر ما تعيطيش لطيفه ديال اليوم واخا شوف ان شاء الله غتعيط لك واحد لطيفه لك غتكون كلها فرحانه وكل امل اي واحد يتفرج يدي معاه عافاك هذا هو اخر ديال الليل كلشي يدعي معاه في لي كومونتير ما شاء الله اصلا كلشي يدعي معاك شكرا بزاف بلاكس شكرا لك احسن حاجه وقيله درت انني فتحت قلبي حتى